مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا. النهارده الحقيقة عايزة افتح موضوع بس نفسي اتفهم فيه صح. يعني مثلا لما اتكلم مثلا على الملاجئ او دور رعاية او دور المسنين، لو قلت ان فيها فساد او فيها شذوذ او فيها قلة اكل او فيها، انا ما بهاجمش الوزارة ولا الوزيرة، انا بهاجمش اداء منظمه، لان انا اكتر واحده مثلا بشتغل في وزاره التضامن الاجتماعي، ووزاره قد ايه نشيطه جدا 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 جدا، ومفيش اي حاجه بطلبها غير لما تتعمل لصالح المواطن في لحظه. فالنهارده الموضوع اللي هنفتحه برضو لا يخص وزاره الشباب ولا يخص سياده الوزير اللي بيشتغل على قدم وساق، ولكن هو يخص ايه. انا النهارده لو انا صاحبه النهار دي وبستثمر فلوسي في النهار دي وبدير شبكه، مش معنى ان انا بدير الشبكه دي يبقى انا هعرف مثلا دلوقتي ان المصور اللي قاعد مثلا قدام ريهام سعيد بيصورها في الاستوديو دلوقتي مثلا بيطلع يشرب سيجاره حشيش بره مثلا، هيعرفها ازاي دي؟ مش هيعرفها. هو بالنسبة له لو جات له شكوى بيحقق فيها، عايز يشجع الرياضة. وعايز اقول لكم حاجة، احنا في عهد سيادة الوزير خالد عبد العزيز اخدنا كمية ميداليات في الاولمبياد وفي البطولات غيرها غير طبيعية. ومركز شباب الجزيرة وغيره ومراكز شباب كتير قوي اتعدلت ومجهود رهيب الحقيقة. ولما رحت طلبت منه في يوم من الايام ان احنا ناخد مراكز شباب نعملها مصحات ادمان، الراجل رحب جدا. انا اللي توقفت بعديها، ولكن انا بقدم لحضرتك بلاغ دلوقتي، لاني زي ما قلت انا متأكدة ان حضرتك ما تعرفش، وزي ما قلت قبل كده كل وزير عارف ان في شبكة فساد تحتيه. خلينا الأول نتكلم في موضوع اللي هو ما يخصش قوي الوزارة في حاجة. كمية الولاد اللي بيغرقوا في حمامات السباحة حاجة الحقيقة، يعني انت تتخيل ان ابنك يروح عشان ينزل حمام السباحة ما يرجعش. كان في حد واقف على حمام السباحة؟ أيوة كان في حد واقف على حمام السباحة. طب إيه؟ تعالوا نروح نشوف إيه دي وبعدين نرجع نكمل الكلام. هو ده اللي كنت بتمنى انه يكون احسن من كده. ابني مقدم في المدرسه في سنه ثالثه، وبعدين الاستاذ شريف اللي هو بيدي له درس ده حضرتك قال له ان في اكاديميه بتاهل ان هم لو هيقدموا في معهد او شرطه او جيش او اي حاجه ويدربوهم يعني على حاجات كده، فقدم لهم فيه وراحوا في شبين او كانت في منوف بتهيألي كده مش فاكره، كان في منوف. راحوا وامتحنوا هناك، كشفوا يعني عليهم كشف طبي، حددوا لهم ميعاد وراحوا كشفوا كشف طبي وقالوا لهم على حاجات يعني ان هم يعملوها في جسمهم، مثلا عنده تيفود وحاجات من ديت يعني حاجات، وقالوا لهم هنديكم مواعيد علشان تروحوا الاكاديميه في المكان اللي هي فيه في الزمالك ديا تعملوا نطة ثقة، حاجة اسمها نطة الثقة دي، وادوهم حددوا لهم قالوا لهم يعني هنتصل بيكوا في أول ميعاد. فراحوا جيت اتصلوا عليهم بزمايله وقالوا لهم مثلا إن احنا حددنا لكم الميعاد إيه؟ يوم كذا أول مرة. فطبعا كان طالع هو وباين بتهيألي كان معاه ابن الأستاذ شريف
وعيل بين ستريس او اتنين مع حد يعني. وقام راح اول مره وراحوا ربنا كرمهم يعني ووفقهم وراحوا عملوا جم. وجي قال ده عملوا لنا دي كانت التدريب النطه دي كانت على مش عارف كم بعد كم متر كده، حتى وراني التصوير يعني. وقال لي بقول له يا محمد ليه يكون في حاجه يعني توقعوا يا ابني ما تروحش تاني لاجر حاجه. قال لي لا يا ماما ده في حد ايه يعني بتبقى في غواصين تنزل ورانا ايه تجي لو كده في حاجه بينزلوا. المهم اطمنت يعني الحمد لله. جه قال لي جه بقى المره الثانيه اتصلوا بيه كانوا مدينه الميعاد يعني بتاع المره الثانيه يعني هي بتاعه الاكاديميه بتقول احنا بنعمل الميعاد ده كل شهر، بنعمل النطه دي القصفه دي كل شهر. اما احنا رحنا ونسال عليه هناك قالوا لنا كل شهر بتتعمل في يوم في الاسبوع يوم جمعه بالاخص يعني. المهم قال ايه قال لي ماشي. راح المره اللي هم كانوا محددين له فيها كان بيعتبر في اول الشهر، راح كان الجمعه اللي فاتت قبل اللي فاتت دي قبلها بجمعه كده. المهم راح وجي على طول فلقيناه جاي بدري. ايه يا محمد؟ قال ده انا ايه ما نطناش. ليه؟ قال ده هم اجلوها مش عارفه الاسبوع الجاي غير الجاي الجمعه الجاي غير الجاي. المهم قلت له طيب. فانا يعني الواحد سايبها على الله يعني وكوني مربيهم بالشقه والتعب سايباها على الله وماشيه كده. المهم قلت له بقيت حاطه الموضوع في دماغي واقول له مثلا ايه افتكر يعني الميعاد وكده. فجي قال لي طب صحني ايه الساعه 5. قلت له ماشي صحني. صحيت الساعه 5. المهم راح لزميله وكلمه بس الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يحرمه من نور عينيه يا رب ويحرق قلبه زي ما احرق قلبي على ابني. ربنا يحرق قلبه على عياله زي ما احرق قلبي على ابني. ولا كل اللي قالت ان هي جابت محمد ولا معاها محمد خالص. شطرته وخفيته. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم كلمني وراح لزميله وجاي قال لي عايزه حاجه يا ماما؟ قلت له لا سلمتك وقعدت ادعي له ومشي. جه ابن خالته كنت انا رحت صليت الجمعه وجيت حاولت عند اختي لقيت ابن خالتي ابن اخته ابن خاله يعني يعتبر هو ابن اختي يعني ابن خالته. فواحد جاي ياخد منه شويه فراخ من اللي هم عنده فقال لي محمد لسه ما جاش يا خالتي. قلت له لا والله يا محمد ده اللي يا صالح لسه ما جاش. قال لي ده انا عماله ارن عليه التليفون بيدي غير متاح ومش ما بيردش. قلت له تلاقيه قافله جاي لان هو اصلا ايه عارف ان هو وراح حاله وهيجي بسرعه على طول يعني مش هيتاخر زي ما هو جاي في الطريق سبب ما هو قافل التليفون كده. المهم جه صاحبه جه عش ابن خالته جه مع التاجر وعمل له الطيور بتاعته وانا رحت اكلته وسقيت لما هو اتاخر على حاجته قضيت له الطلب وربك والحياه. بقيت قلقان عليه بقى هتجنن. فضلت قاعده في الطريق على الطريق بره عشان يعني بطمئن لما بقى اقعد شويه بحس ان هو جاي عليا. تنتني لحد بالليل قعدنا نتصل وندور على ارقام تليفوناته بتاع هشام زميله طلع لقى ايه رقم لا قلم. قال لي ده كان فيه قلم مديينه له في الاكاديميه مكتوب عليه رقم الاكاديميه. قلت له طيب هات ورني عليهم. قام قمنا جايبينه وخدنا الرقم واتصلنا عليهم. قام واحد مكلمنا قال ايه ده الحمد لله النطه كانت كويسه وما كانش في اي حاجه والطلبه والناس كلها مروحين من الساعه كام؟ من الساعه 12 الظهر ما كانش في اي حاجه وما فيش تبليغ عن اي حاجه حصلت في الايه في النادي. فقلنا طيب برضو كاستنى ما فيش فايده استنى نستنى ما فيش فايده. قام جه ابوه قال لي انا هنزل مصر انا مش هقعد لدلوقتي. وعم محمد كان عندنا بردك قعد يرن على الراجل بتاع الاكاديميه ويكلمه برده كلمه شويه ونفس الكلام اللي قاله لنا قاله لعم محمد. المهم جه بدري خلى عمه ابن عمه مشي وقعد شويه وقال لي ايه انا هروح انا هسافر. مشي في الطريق كان ابن عمه قايل له لما يجي بلغني يعني طمني اتصل عليه قول لي ان محمد جه. فبيرن عليه قال له يا بدر انت فين؟ قال له انا في الطريق رايح ادور على محمد. قال له يا ابني ده مصر كبيره انت عارف هو فين هتدور عليه دلوقتي الدنيا ليل تعالى والصبح ايه
افرجها ربنا. المهم جم خدوا صورة ورفعوا على النت وبتاع، قال لك علشان لو هو في مثلا في دخل حادثة، في حادثة في مستشفى ولا في اسم ولا حاجة وحد عارف عنه حاجة يبلغ ان هو مثلا هنا. معنى التليفون بقى مقطوع عنه رغم انه واخد تليفونين، تليفون صاحبه وتليفونه، يرنوا على الخطوط ما فيش فايدة. المهم صبحنا طبعا انا ما نمتش، فضلت صاحية وقلقانين طول الليل. جيت نمت شويه، ريحت على الكنبه شويه كده، وقمت وفي الفجر وقلت لبدري يلا احنا مش هنقعد نستنى حد يدورلنا على ابننا. برضو احنا كنا قبلها بقى يعني بالليل كده رحنا للاستاذ نوح مقلد اللي هو قريبه ده. المهم قلنا له يعني استرف اتصل باسام ولا اي حاجه، قال استشوف يمكن ابنك يكون حاضر عند صاحبه ولا كده. برضو اتصل بتاع الاكاديميه، قعد برضك يرغله شويه اللي هو الرقم معانا ده بتاعه، قعد يرغي شويه ونفس كل الكلام اللي يقوله لنا يقوله ده يقوله لده. المهم لما بيتنا ومشينا الصبح في الفجر، رحنا نزلنا في المؤسسه، نزلنا على الاسم اللي هو في المؤسسه دي، سالني قال لا ما فيش حد شافه على الكمبيوتر، قال ما فيش حد جه هنا بالاسم ده خالص. المهم قالوا ايه يا جماعه اسالوا في مستشفى النيل برضو ممكن تلاقوا، يمكن يكون دخل في حادثه ولا حاجه. رحنا مستشفى النيل ما فيش فايده برضو، قالوا ما فيش حد دخل بالاسم ده. مشينا قعدنا نسال على الاكاديميه ديت بقى لحد ما دخنا بقى على ما وصلنا. قبل ما نوصل لها كنا رحنا القصر العيني، سالنا في القصر العيني القديم والجديد، ودخلنا برضو اسم القصر النيل. المهم على ملفينا وقعدوا لففونا، ورحنا كام حمام كده وقولوا ده مقفول وده مش عارف ايه، لحد ما وصلنا الاكاديميه لقينا بقى فيها 3 4 حريم كده وايه، والراجل لا مؤاخذه الزبال ده. ساعة ما دخلنا وسألني قاموا واقفين على حلوم، ويا جماعة ده ما فيش تبلغ عن أي حاجة وإحنا ما نعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. قلنا لهم يعني هو ما بيجيش هنا؟ قالوا لا ده القصفة دي بتبقى في الإيه؟ في الإستاد، والطلبة بتيجي على الإستاد ما بيجيش على هنا. بتيجي على الإستاد بتخلص القصفة بتاعتها وتمشي، وما كانش فيه أي تبلغ عن أي حاجة. المهم احنا قعدنا قلنا لهم طب شوفوا في دفتر مثلا بالحضور باللي بيخش بالاسامي، دفتر ان هم يشوفوا وصل ولا لا، ان كانوا مثلا وصل عند متقيد اسمه يبقى ملزوم منهم، مش كده هيتلاقوهم ايه مثلا يكون جرى له حاجه بره قبل ما يوصل له. المهم بقينا وراهم بالتليفونات وبتاع، وقعدنا نتصل بالاستاذ شريف نشوف مين معاه مثلا زمايله رايح وكده. واتصلت هي بالراجل بتاع الاكاديميه اللي هو المدرب اللي هو كان واخدهم، هو كلم بدري في التليفون بس ما عرفش، قال له ايه بقى ما ادانيش التليفون اكلمه. ولقيناهم جايبين لنا علبتين عصير ومش عارف ايه وعضو. احنا بقى كنت انا طلعنا الاول لما قعدنا شويه كده ما فيش فايده، طلعنا بره على الطريق. فانا قعدت قلت له انا مش هروح الا لما اخد ابني، انا ما اعرفش ابني فين مش هروح. بدري قال لي نروح، قلت له لا. وقعدت اخبط على ايديا واعمل. ففي اللي هم الحرس اللي هم طبعا المنطقه فيها امن وبتاع وبتوع الاسم، لقينا واحد جاي علينا امين، ايه يا جماعه انتوا واقفين ليه كده؟ انا قلت له ان شاء الله الاسم يجي ياخدنا، اما يجي ياخدنا هنقول له ابننا ضاع وايه ودوروا لنا عليه. فقلت له ايه انت في ايه، ابني ضايع وبتدور عليه دوروا لنا عليه. المهم قال ايه ضايع من امتى ولا فيه ايه ولا حاجه، يمكن انا ظابطين عيل امبارح باين ولا ايه مش كده يا بدر؟ قال امبارح، قال يمكن هو اللي احنا كنا ماسكينه ده بيقول سرق الجو، سرق جوامع وبتاع ومسكناه ضربناه وكرشناه، ده من عندكم المنوفي يمكن يكون هو. قلت له اه هو يمكن يكون هو، على اساس ان انا برضو مش مهم سارق، المهم ان انا الاقيه خلاص في اي حاجه. بس هو ابن عمره ما مد ايده على حاجه، بس انا بقى بتمنى من ربنا ان انا الاقيه باي يعني في اي حاجه. المهم قلت له سارق. المهم امين الشرطه راح قال ايه طب خليكم هنا، وقام بعت ايه بعت واحد وراح بعت واحد للاكاديميه تاني للجماعه الحريم، فكلمهم فقال لهم يعني ما اعرفش كلمهم قال لهم ايه، لقيتهم جايين 2 3 كده ورانا 2 الحريم. طب انتوا قاعدين هنا ليه؟ طب تعالوا اقعدوا جوه مش عارفه ايه. المهم ايه راهم واخديننا وداخلين جوه، جابوا لنا علبتين عصير وقعدوا برضه اتصلوا، واتصلنا بالاستاذ شريف ما فيش فايده. المهم قعدت اعيط شويه وبتاع، والظهر اتدن قمنا صلينا وخلصنا صلاه وجينا قعدنا. فبدري قال لي طب انت قاعده ليه دلوقتي؟ احنا قاعدين نعمل ايه؟ هم مش هيعملوا لنا حاجه، هم قاعدين كل ما اروح لها الاوضه تقول هو قال لها يتصل بيه، كل ما اروح لها الاوضه قاعدين بياكلوا وبيشربوا الشاي ولا في دماغهم اي حاجه، لا ابن ناس ولا غايب ولا حاضر ولا اي حاجه، جايبين قاعدين وعمالين ياكلوا ويعملوا ما فيش اي حاجه. ورحت لهم مرتين ثلاث واروح اسال وانا عماله اعيط، قلت له يا ستي لسه ما فيش حاجه، لسه ما فيش حاجه. المهم بدري اتخانق معاه وقال لي يلا، قلت له ماشي.
قلت له هو عمال يزعق بقى، قلت له طب خلاص هنروح على البلد ونبقى نتصرف هناك. فمشينا في الطريق بقى، ركبنا في الطريق، ركبنا لقينا ابن اخويا بقى، لقينا الاستاذ شريف بقى في مترو، في محطه المترو بيكلم بدر في التليفون بقى، بيقول له بس انا ما اعرفش هو قال له، بس انا بقيت قلبي حاسس بقى ان في حاجه من كلام بدر بقى، ان في حاجه حصلت لمحمد بقى، عمال ياخد التليفون ويروح النهايه وانا اجري ورا بقى زي المجنونه، واقول له بدر في ايه؟ في ايه يا بدر؟ محمد جرى له ايه؟ يقول لي مفيش مفيش، اسكتي اسكتي، ويقول لي مفيش. وبعد ما كان عمال يتخانق معايا امسك الباوي وبطل الخناق معاه وامسح ابني وماشي. طبعا انا بقى قلبي حاسس ووسطي بقى ما بقتش قادره، بقى جارني وراه. المهم بقى دخلنا المترو والنبي وعمال اتحلق، طب اتصل باخواتي، طب والنبي اتصل باخواتي شوف فين، طب والنبي مش راضي يقول لي الرصيد خلص، واتصل للراجل جنبي منه قاعد فاتح التليفون والنبي اتصل لي بيه، الراجل مش راضي عشان هو ايه مش راضي. المهم تلتنا بقى لما وصلنا ونزلنا وقال النادي، دخلنا على باب النادي، فبعدين بيحوشونا بقى بيقولوا بيقول بدر رايح فين؟ قال له انا جاي للحاله اللي جوه. هو قال لي بقى، قال له لا جاي لحاله الوفاه بقى، انا ما ادريتش بنفسي انا عملت ايه. فما قال له حاله الوفاه عرفت ان محمد بقى، لان ما كانش قال لي خالص، واخدني بقى وماشي ومجرجرني وراه وانا مش قادره، بس قلبي حاسس ان في حاجه. لقيته بقى بيقول له عشان حاله الوفاه دي ما ادريتش بنفسي بقى ايه اللي جرى ولا عملت ايه مش عارف، بقيت بقى هتجنن هتجنن بقى عليه، وما ورهوليش هعمل ايه، بس الحمد لله هنعمل ايه، بس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه دلوقتي. بس يعني ابني دلوقتي راح مره ورجع سليم وقال لي يا ماما ده فيه ناس بينزلوا يجيبونا. طب دلوقتي هم هملوا فيه لما سابوه ويقعد لتاني يوم، لتاني يوم لما بقول لك البسين ده بتأجر البتاعة دي بتاعت بطولة السباحة كانوا واخدينه طول الأسبوع، هما بتوع النادي قالوا كده وكانت الدورة شغالة وقالوا بيواخدينه طول الأسبوع، والراجل ده مأجره البتاع ده مأجره ساعتين من مثلا من الساعة 10 للساعة 12 يخلص فيه النطة بتاعته دي بتاعت العيال دي. طيب ودلوقتي ومحدش شافه ومشوا وسابوه وخدوا هدومه، ولا خدنا ولا نعرف هدومه فين، كان معاه تليفونين، طب بيخبوا هدومه دي ايه؟ هم ضربوه بقى ولا عملوا فيه ايه؟ اكيد عملوا فيه حاجه لما مات مقتول، ممكن قتلوه قبل ما ينزل المي، احنا مش عرفنا ان ابني عملوا فيه ايه او هو مات من المي، يمكن ضربوه قتلوه مش عرفنا، مش عرفنا ان هم يعني. طب هم بيخبوا معلوماته وحاجاته ليه؟ ما سابوش تليفونه حتى يرد اللي يرن يقولوا مثلا ان هو تليفونه وحاجاته هنا حتى نروح نسال عليه، صح ولا لا؟ مش المفروض كده؟ طب هو بيخبي الا اذا هو عارف ان في حاجه واتدار علينا. وبعد ما قال بعد ما هي قالت ده هو جاي، بدر قال واستناه على سمت ان هو يجي ما جاش، بعت لنا علبتين عصير وعارف ان ابني ميت وسابه في قلب الميه واخد الحاجه بتاعته مداريه. مش هو المفروض ان هو كان حتى يسيبوا حاجته دي؟ لو حتى واحد بينظف الاوضه ولا حاجه يقول حاجه حد دي، شاب في عيل طالب ساب حاجته هنا يقلب فيها يقرا البطاقه يقرا الاسم يقرا الكارنيه، ما يعرفش العيل ده متربي ازاي؟ ما يعرفش العيل ده متربي من جدته ازاي؟ ما يعرفوش ابوه ده شكله ايه؟ ابوه طالع من الجيش تعبان، هو كان عكاز وهو اللي كان بيعمل بيعرف كل حاجه، احنا ما كناش بنعرف اي حاجه انا وهو، كان ما شاء الله عليه كان ذكي وكان فيه كل حاجه. لو ابوه عارف التليفون ما كانش يعرف فيه حاجه خالص، ليه كده يضيعوا ابني مني؟ ابد ايه هو لما عمل كده؟ ربنا يحرق قلب عياله، هيحرق قلبه على عياله كلهم بحق جه النبي يشوفوا الموتى اللي يوريها اللي ده وقالي بتاع ابني ده. لما شاب زي ده مكافح ويسال الناس كلها وجيرانه كده، ان كان حد فيه غلط غلط في حد في الحته جيرانه ايه؟ وشوف اطلع شوف الطيور بتاعته فوق، انا بحزن انا من ساعتها ما طلعتش فوق خالص ولا شفتش حاجته، وكل ما يجيبوا لي سيره اي حاجه انا اصوت ومش طايقه اطلع فوق، والعيال زمايلي هم اللي متابعين الموضوع المشروع بتاعه. يعني عيل شاب مكافح زي ده يضيع؟ هو كان بيشرب ولا كان رايح شارب لما يعملوا فيه كده؟ ليه كده؟ ليه كده ياخدوا عيال الناس لما هم مش قادرين يحافظون يحافظوا عليهم بيطلبوهم ليه؟ ومتصلين بيه وقايلين له تعالى. ما قالوش ليه ما تجيش؟ ما دام احنا مش قادرين نحافظ عليهم بيعملوا حاجه زي كده ليه؟ وشبطوا العيال فيها، العيال عنده امل وعنده طموح ان هو يبقى في حاجه زي كده، او مثلا ربنا يكرمه يخش معهد ولا يخش اي كليه ولا حاجه. يشبطوهم في حاجه زي كده يضيعوا مستقبلهم ويضيعوهم، ده بيضيعوهم خالص. يعني لو هو خد الدبلوم كان هو اللي عندي، ما كان يبقى في امل ايه؟ ايه اللي هو بقى فيه دلوقتي؟
ولو صبرنا عليه من قله ما فيش حاجه اصلا تثبت حالته. لو بتوع السباحين دول ما جوش الصبح يكملوا شغلهم ما كانوش لقوه. هما لقوه عايم على وش الميه، قالوا احنا لقيناه عايم على وش الميه ان كانت الساعه 9 او 10 وقت ما جم، ومحدش كان في النادي خالص. وقالوا احنا رحنا لقيناه عايم على وش الميه، وراح بقى متصلين ان في جثه هنا. يعني حتى لو مش بتوع، يعني دول حضرتك دلوقتي لو مش بتوع السباحين دول ما كانش حد يعرف عن، كان هم اصلا منهم في بعضهم طلعوه وتووه. ما هم معاش حاجه تثبت، وما دام ما فيش حاجه تثبت هيطلعوه يرموه في اي حته، ان شاء الله يرموه في صندوق زباله في اي حاجه. اقول الله يرحمه ويسامحه، اقول ايه بس، اقول له نزلت الدرج كبيره في حياتي مش عارف اعوضها. انا خسرت خساره كبيره مش عارف اعوضها في حياتي. اقول له ربنا ينتقم منهم يا ابني وياخد لك حقك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، عشان انت طول عمرك انت شقيا. والله العظيم من هو صغير كده وكان بيروح الورشه بره ورشه علي زيتونه، عفاك كام سنه. هو حضرتك بقول لك هو نط دلوقتي، وبعدين هو واقف معاه، انا شفته جايبين لقطه وهو بيزق عليه واحد، وبعدين وهو طالع على البوابه، واحده طالعه على البوابه واحنا وانا شايفه منظري، قعدت تحاسبن عليهم وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. ده كان بيزق بالثلاثه على بعض والاربعه، حتى كان في واحد صحفي واقف وراح، وانا قلت السيلفي، قلت له اسمع يا وليد بتقول ايه، راح طالع جري على البوابه بيتكلم بتاع الامن، والصحفي كان واقف قال ده كان بيسجل بيعمل بيزق بالثلاثه على بعضه، حرام بيزق بالثلاثه على بعضهم. يعني دلوقتي حتى لو ابني طالع وفي عيل نازل هيرجع بقوته وبقوه دفعته على تحت دي هينزله يدفسه تحت، على ما ينزل ويطلع تاني هتكون روحه طلعت. ولا شوف الله اعلم هم عاملين في ايه، ده بيقول لي مخبوط في دماغه وسيلفي بيقول لي مخبوط في دماغه متعور في دراعه هنا في ايده مجلوط في ايده. يعني طب دي عن ايه؟ الجلطه دي عن ايه؟ وخبطت في دماغه دي معقوله خنقت ميه دي؟ لو خنقت ميه هتعمل فيه كده؟ تعور دماغه وتعمل ايده؟ ولا اذا كان فيه يا هم ضاربينه يا هم عاملين فيه اي حاجه، يا هو حد نزل عليه عمل فيه كده تحت زي الاذيه دي لما ضاروا كده وسابوه مشوا. المهم ان هم سابوه مشوا ما بلغوش، وخد شنطته عارف ان ده ناقص. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، انا خسرت عليك العوض ومنك العوض، عليك العوض ومنك العوض يا رب، عليك العوض ومنك العوض يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. عندك يا راحت منك ابنك نور عينك اللي ما تقدرش تقوله بقلبك ولا تقوله بعقلك ولا تقوله بلسانك ولا تقوله بأي حاجة، ايدك اليمين ربنا يرحمه. أغلى حاجة عند الواحد ابني نور عيني زهرتي، هو ده اللي كنت بتمنى انه يكون أحسن من تياتر. يعني هو ده اللي كنت نفسي اشوفه، هو ده اللي كنت نفسي اشوفه احسن مننا. هو ده اللي توفى، هو ابن محمد شهيد الاستاد، شهيد الاستاد وشهيد الاكاديمية. ابن محمد قام الصبح وراح على انه رايح يشترك في اكاديمية عشان خاطر حضرتك يتعلم يبقى ينط نط ثقة نط. وراح مرة قبل كده سيادتك ورجع بدري، رجع الساعة 11 كان هنا، مش الساعة 5 جه الساعة 11 جه، راح النبادي راح الألف المرة دي مش الساعة 5 كانت المشوار الأخير. بيودعنا محمد بيودعنا، مش الساعة 5 وراح استاد القاهرة على أساس ينط نطة الثقة دي كانت النطة الأخيرة الساعة 10 ولا الساعة 11 ولا كانت موتة ولا كانت أي حاجة. نطة الثقة دي اللي قعدتنا طول النهار سيادتك يوم الجمعة اليوم المشؤوم
اللي ربنا رحمه فيه من البلد بحال. ما تقبلنا سيادتك ان حد يهتم بينا ويقول ان ابننا مات. لو مات كنا عرفنا ورحنا شدناه ودفناه عادي، لكن ده هو مات وما بلغناش. الأكاديمية بلغتنا ولا حد من الاستاد بلغنا. وبعد كده تواصلنا، قعدنا ندور ونبحث في التليفونات وندور على ان نشوف هل حد يدلنا على محمد، يدلنا على نور قلبه، يدلنا على اللي بقول له انت فين يا حبيبي؟ يقول لي انا جاي ويا بابا. مش موجود، التليفون بتاعه سيادتك اتقفل الساعة 11، اتقفل واتقفلت النت بتاعه على اساس اتسجروه خالص، ما يبقاش موجود. موتوه وقفلوا تليفونه على اساس ما حدش يعرف هو راح فين ولا جه منين. خدوا هدومه وخدوا حاجته وقفلوا التليفون. اتصل بيه، انا متعود ان التليفون محمد مجرد ما اتصل بيه اول مرة اتصل بمحمد يتصل بيه اول يوم يقوم مكنسل علي، اتصل بيه تاني يقوم مكنسل علي، اتصل بيه تالت يوم هو اللي يقوم قافل، ويقوم هو اللي متصل بيه يقول لي انا عاوز يا بابا انا تحت امرك. فينه محمد؟ قول لي فين هو؟ عند ربنا شهيد. قعدت انا وابن عمه واخواته واصدقائنا طول النهار ندور على تليفون لمحمد، اي تليفون تاني، اي حد من زمايله اتواصل عشان اعرف فين محمد راح فين. سيادتك ما لقيتش، لغايه ان انا وصلت الساعه 11 او 12 بالليل، نزلت على اني رايح مصر ادور في اي حته ما لقيتش. ابن عمي اللي رجعني اتصلت بيه، اخويا الكبير اتصل قال لي انت راح فين هتدور عليه فين؟ تعال الصبح طلع نهار نشوف هو راح فين وجه منين. لكن انت هتنزل تدور تروح يمين ولا شمال هتدور هتلاقي فين؟ هتنزل تدور في اي حته؟ ونتصل بالاكاديميه مره واثنين وثلاثه من المغرب، عرفنا رقم الاكاديميه نتصل بيهم ما يقولناش هو راح فين ولا جه منين. يقول لك ده هو نط والكابتن كله نط، كل اللي نطوا وخدوا حاجتهم والكابتن خدهم ومش. يبقى ابني مات رايح ولا رايح جاي؟ ولا مات هو رايح الاكاديميه ولا جاي؟ قول لي انت عقلك هيوديك فين؟ مات في السكه رايح ولا نط ولا ما نطش ولا هو جاي؟ سعادتك لو هو نط وانا رايح يبقى في السكه ادور عليه في السكه، لو هو مات وهو جاي ادور عليه وهو جاي، لو هو مات في اسم ولا في مستشفى ادور عليه. انا بدور على ابني مش عارف هو راح فين. يوم الجمعه، يوم السبت الصبح صحتني والدته، ده انا ما نمناش طول الليل، ورفعنا الصوره بتاعته الساعه 2 بالليل 2 ونص رفعناها على النت عشان حد يعثر على اي خيط لابني، اي دليل يبني يريحنا ويعرفنا هو ابني راح فين. ابني متعود انه ينزل الساعه 5 يجي الساعه 12، كبير واحده لو راح 100 مشوار كبير الساعه 1، وبعدين تليفونه ما بيتقفلش، تليفون محمد ابني ما بيتقفلش، لو هو في اي حته في اي مكان تليفونه ما بيتقفلش، لو في المدرسه في اي حته تليفونه ما بيتقفلش. لما يتقفل ويتغلق ويتقفل الخط بتاعه ويتلغي يبقى معروف ان في حاجه. اصبحنا في شده، قمنا السبت الصبح اللي هو الساعه 5 الصبح لان ننزل في مصر، نزلنا مصر دخلنا اسم اول شبرا خيمه ونبحث عنه ما لقيناش موجود. قالوا الضابط بتاع الباب قال له روح مستشفى النيل يمكن تلاقيه هناك. ادور على ابني في الكمبيوتر في مستشفى النيل ما لقيتوش. قال لك روح الاكاديميه المكان اللي هو كان فيه هو اللي هيعرف لك ابنك ده راح ولا ما راحش، او اعرف فين الاكاديميه اللي حضرتك دي تروح. رحنا
اسم اللي قلت. طب الساعة 5 سيادتك، من 5 والأكاديمية هتفتح الساعة 10، لأن بنتصل باللي في الأكاديمية قال لك الأكاديمية دي مش هتفتح غير الساعة 10. طب أنا بدور على أي خيط لابني، أنا مش عارف إن كان مات راح في هو ميت في السكة ولا ميت وهو راجع، ولا ميت في الأكاديمية، ولا ميت في الاستاد، ولا ميت في أي حاجة. أنا ما أعرفش أي حاجة، أي معلومة صح على ابني ما أعرفهاش، ما أعرفش أي معلومة، محدش قال إداني أي خيط لابني. دخلت سيادتك رحت قلت له مديني المسؤول هنا، انا عاوز المسؤول اللي موجود في الاكاديميه يقول لي عشان ابني كان جاي لكم هنا عشان ينط نطه السكه. قالوا لي طب اتفضل اقعد، جابوا لنا بتاعتين عصير ما شربناهمش، هنشرب ايه؟ وحد يموت ابني واشرب عنده حاجه؟ يشربوا نارهم، يشربوا نارهم اللي بياخدوا الناس دي، يموت اللي بياخدوا اولاد الناس المحترمين الغلابة اللي هم مالهمش ذنب في أي حاجة ومش رايحين يعملوا حاجة، يشربوا هم نارهم عشان يخبوا وموتوه ويخبوا، ما يظهروش الحقيقة، ما يظهروش حقيقتي، الحقيقة المدفونة بتاعتهم اللي هم ارتكبوها وما يظهروهاش، يخلوا أهل اللي هم موتوه ده ما يعرفوش عنهم حاجة. لغايه اما طلعنا بره وقالت لها قلت لها يلا نروح. نهارت مع زوجتي قلت لها يعني هم بيقولوا لي مش راضين يدوني اي فات، هم مش راضين يدوني، يلا نروح. قالوا لك ده كان بينط في الاستاد، قلت لها تعال نروح الاستاد. لا قالت لي لا انا مش بتاعت من هنا، نقعد هنا هم يعرفوا، هم يقولوا لنا هم راحوا فين ولا جم منين، هو جاي على الاكاديميه على انه يروح ينط، وهم في قلب الاكاديميه سيادتك جوه في قلب الاكاديميه، يقول لي ما بينطش غير لما بيكون معاك كارنيه، يعني ابني معاك كارنيه وانت عارف ان ابني تبعك، وانا جاي بسال على ابني تبعك دلوقتي، ابني مش تبع الاكاديميه، ابن محمد مش تبع الاكاديميه اللي مشترك فيها على اساس يخش معهد فني، يخش في المواقف عند ربنا بقى، خد دكتوراه وخد هندسه وخد كل حاجه عند ربنا، خد جميع المراتب، سبقنا الجنه. لغاية ما في أستاذ شريف اللي كان موديهم من المدرسة اللي هو موديهم الأكاديمية ده اتصل بي قال لي أنا تواصلت التليفون عرفت إن ابنك في الاستاد تبع اللي كان في ابنك موجود في الاستاد، واداني الخبر، نزل على الخبر. سبحان من اللي أقول لك أنا كنت في حالة إيه وداخليا، وأمه معاه مش راضي أقول لها في إيه، مخبئ. أب عارف إن ابنه ميت وخايف على أمه جنب منه تقول يقول لها راح فين وجي منين، واخدها بمترو عمال يطلع من هنا وينزل من هنا عشان يروح يشوف ابنه، يشوف جثمان ابنه، لغاية ما وصل على الباب. داخلين على الباب كده باب الاستاد، أنت تبع الحالة؟ قلت له أيوه أنا صاحب الحالة، ابني مات راحت منهارة مني ودخلت شفت ابني. هل يرضيك وضع ابني على استاد القاهرة؟ في استاد القاهرة، استاد القاهرة الدولي ده، استاد قاهرة دولي يرضيك وضع ابني فيه؟ هو توفى وإلى راح، إن طلع روحه طلعت في أي مكان إن كان ابني، ومات في أي حتة روحه طلعت، ربنا لا قدر الله روحه طلعت. وضع ابني على الاستاد القاهرة، في استاد القاهرة، إن هو يموت وبدون منقص، مات، إن لله وإنا إليه راجعون، متقبل الخبر، ربنا يرحمه، لكن الوضع بتاعه يقعد يوم أكتر من 24 ساعة غرقان، ويدفع على شط وبعد كده يحطوه على الشط بره، وعشان فين الإنقاذ؟ فين استاد القاهرة الدولي؟ فين؟ يقول لك إنقاذ مفيش منقذين في استاد القاهرة الدولي؟ مفيش متابعة، مفيش رقابة، المدرب اللي حدف ابني ده، حدف ابني ولا زقه ولا كان بيحدف حد وراه، يرضى يحدف ابنه زي ما حدف ابني كده ويسيبه؟ يرضى؟ دخلت شفت ما ورهونيش، قسما بالله ما ورهونيش، ما شفتش محمد، شفته هنا كده في الصور، ما شفتوش محمد عند ربنا خلاص من الشهادة.
اكتسبته شهيد عند الله. قلب عم ربي نقعد في الجنة مسابقنا ياخدني يوديني الجنة ولا عايز حتى انا واخواته وامه وعيلته. امشي مع صاحبك كويس، كان يقول لي ده كويس وده وحش، ما تمشيش مع ده، ده يقول لك ده غلط، كان يقول لي ده غلط وده صح، ما تعملش ده، كان كل حاجة كان بيقول لي عليها، وكان بيقول لي كان بينصحني كتير جدا، وهو كان توأمي يعتبر، كان في أي حتة كان بياخدني معاه وكان بيوريني ويقول لي واللي ده صح ما تعملش ده، ده غلط ما تعملش اي حاجه غلط. وجيه يوم الخميس قبل ما يمشي الصبح، كنا سهرين انا وواحد زميلي كان قاعد معايا هنا، كنا قاعدين، انا كنت داخل الساعه 1:30 وهو كان هنا، وطلعنا قعدنا انا وهو فضلنا قاعدين حبه الساعة 2، هو فضل قاعد معانا الساعة 2 وبعدين نام، قال لي انا هنام، وقال لي ابقى اخش بص على البط، قلت له حاضر، وقال لي ما تلعبش في التليفونات عشان انا اخدها الصبح، قلت له حاضر ماشي، وسبت له كل حاجة، ظن قاعدين حبة ونمت. جه وهو ماشي قمت بس كنت قايم من النوم يعني، قمت بصيت عليه بصة كده وقمت نايم تاني. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. هو ده اللي كنت بتمنى انه يكون احسن من انت. ليه ابتديت بالتقرير ده وبقول ملهوش دعوه بالوزاره؟ لان زي ما بقول هو مش مهم بيتبع ايه، هو المهم ان في ازمه ضمير. يعني في اكاديميه او واحد عامل مشروع اسمه اكاديميه مأجر البسين من النادي، يعني ما بيتبعش الحكومه. بس هاتولي من فضلكم الراجل اللي بيزق ده، المفروض ان في قفزة بيتضربوا عليها يعني بطريقة، بس هو بتزقه ده المدرب، المفروض القفزة دي بيتحرك لها وليها تكنيك ويرفع ايده مش عارفة ايه وبعدين يقذف. انت بتزقه، انت فاكره بينط في الترعة؟ ايه التعليم في كده يعني؟ يعني ايه التعليم في ان انت تحطه على المناط وتزقه عشان ايه تجرأه يعني؟ طب ما ينفعش، ما هو ممكن ينزل على دراعي يتكسر، ينزل في حرف البيسين يتخبط، يعني لازم يبقى هو مستعد ان هو ينزل، مش تزقه. ايه ده ايه الجهل ده؟ والمهم انا ما تعاقبش يعني اللي زقه ده، ما تعاقبش خالص. ارجعوا لي من فضلكم. فضل هو زقه، ما بصش طلع ولا لا؟ زقه ما بصش طلع ولا لا؟ قعد في الميه وخافوا هدومه،
وموبايله. هل انت شفت ان هو ما طلعش وطنشت وسبته وروحت وخدت هدومه عشان ما يبانش؟ اكيد. اصل خدت هدومه وموبايله ليه؟ تاني كارثة. ما تعاقبش، ما تعاقبش، مش حد تعاقب، مفيش حد تعاقب. يعني ربنا يصبر أمه والله يرحمه. وكمية الإهمال اللي في حمامات السباحة، اللي في النوادي وفي مراكز الشباب وفي الأكاديميات اللي بتطلع من تحت السلم دي، محدش عارف لها ملة. زقه وما شافش طلع ولا لا، او شاف ان هو ما طلعش وخدوا حاجته وامه فضلت يعني تدور عليه وهو في الميه ميت. اللقاء اللي جاي ده بقى موقف وقعنا فيه في مركز شباب، وزي ما قلت لكم ولا الوزاره ولا الوزير ليه دعوه، لان كل وزير يعلم تماما ان هناك فساد في اللي تحتيه واللي تحت اللي تحتيه واللي تحت اللي تحتيه، ومقاومته بتقتصر في انه لو جاله شكوى بيحقق فيها. لكن هتقولي طب ويسكت على الفساد ليه؟ لا، ده الفساد ده سلوك بقاله 30 سنة، 30 سنة او اكتر، الناس والموظفين واخدين على كده. انا حصل لي موقف لا احسد عليه في في, في, في هذا المكان. انا رحت صورت مع واحده ست صعبت عليها قوي قوي، فكلمنا الراجل مدير المركز ده، قلنا له احنا عايزين نيجي نشوف البيسين ونصور معاك، يعني انت برضو الطرف التاني لازم ترد. الراجل كان متحفز، فاكر ان انا جاية اتهمه بحاجة، كان بيرد عليا وحش قوي من اول دقيقة، اكني جاية صور معاه غصب عنه، وانا واخدة منه اذن ودخلت باذنه وصورت باذنه وكل حاجة، وانا طالع مراته حد قوي البنيان جدا مسكتني من التيشيرت، انت جاية ليه؟ وبعدين تشوفوا بقى اللي حصل لي. هل فاصل ونشوف مع بعض؟ مش متخيلين انا فين دلوقتي، وده باب ايه؟ ده باب مقابر، يعني دي مقابر. انا جاي النهارده ازور طفل غرق في حمام سباحه في سرايا الاب، فاكيد في احدى مراكز الشباب بيعرف يعوم. يا جماعة محدش عارف. طب راح لوحده؟ ليه انا مهتمة بالموضوع ده؟ ممكن يبقى اهمال من الاهل، ممكن يبقى اهمال من الولد، ممكن يبقى مش غلطة المركز، او مع ان لازم كل حمام سباحة يبقى واقف عليه جارد او منقذ، ده معروف كل مكان في العالم، ولكن الموضوع ده بيتكرر جامد قوي ان طفل يغرق في حمام سباحة. طبعا حاولت ادخل المكان اللي حصل فيه كده عشان اعمل مع المسؤولين انترفيو، لان انا متأكدة انهم مش غلطانين في حاجة، ما خدوش الولد غرقوه مثلا، رفضوا.
رفضوا وكل واحد بيخاف قوي. يعني عارفين انتوا لو قلتولي تفضلي وتعالي وصوري ونرد ونقول ايه اللي حصل وكده، احس ان في ناس واثقه من نفسها وعارفه شغلها، فقررت ان انا اجيله هو بدل الناس اللي قائمين على المكان اللي مات فيه مش موافقين يقولولنا ايه اللي حصل. فجيت اعرف منه هو ايه اللي حصل ونزوره ونقول له معلش انت نتيجة اهمال ان حمامات السباحة مش موجود عليها حد، بحط طبعا مسؤولية على الاهل، بس مؤذية قوي 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 لما تيجي مكان زي ده. مع ان انا بنبسط والله ما باجي هنا بفتكر بص السنة دي ايراد زي اللي هندخل فيها لو ما لقيناش حد يجيب لنا قبر ويدفننا. في الاخر هنبقى هنا وهنتحاسب على الاهمال وهنتحاسب على الفساد وهنتحاسب على السرقة وهنتحاسب على الاستقصاد وهنتحاسب على الشتيمة وهنتحاسب على الخطف الأعراض. ربنا يا رب ما يوري حد أبدا أبدا أبدا، ربنا يعافينا يا رب أن يجعل يوم ابننا قبلينا. السلام عليكم. لقاء ليلي ايه بقى ايه اللي حصل؟ هو نزل ثالث يوم العيد انه رايح حمام السباحة قال لك انه رايح؟ بيروح عادي، هو مش اول مرة يروح، كان هناك اول من العيد. هو اصلا بيعرف يعوم؟ يعرف؟ قريبكو قال لي ما بيعرفش، فقلت انتوا يعني ما بيعرفش. بيعرف؟ بيعرف يوم، صحابه كلهم قالوا ما بيعرف يوم، اول مرة اصلا نار بيروح بقاله بتاع 4 سنين حمام السباحة. لكن انت ما علمتيهوش العوم يعني فجأة؟ لانه بروح كتير. غرق ازاي؟ ايه؟ غرق ازاي؟ نفسي اعرف غرق ازاي. انا كل اللي اعرفه انا كنت قاعده مستنيه يطلع احضر له الاكل، كلهم صحابه قالوا لي ان هو غرق. وعنده كم سنه؟ 13 سنه و12 يوم. وقريب من البيت يعني؟ ده مركز شباب ولا ايه؟ القبه عند السنترال. وهو بينزل يروح لوحده ويرجع يعني؟ مش كان هناك اول يوم العيد دي صورته في حمام السباحه. امال ايه، امال جاله حاجه داخ مثلا ولا ايه اللي مش عارفه ايه اللي حصل؟ هم قالوا لك ايه هناك؟ هم قالوا عيل وقع فوق منه ومحدش حس بيه، مره ومره قالوا جابوه عند المصفى مره. ما انا مش عارفه ايه اللي حصل، عارفه لو عارفه اللي حصل له انا هرتاح، بس حتى لو حصل له اي حاجه فين سوء الامن اللي كانوا موجودين؟ مفيش، فين المنقذين اللي كانوا موجودين؟ يعني هما ما ردوش عليكي في مركز شباب سرايا القبه ده يقولوا لك اي حاجه؟ لا اي حاجه، ما اعرفش حاجه انا ان هو غير ان هو ابني في مستشفى، ابني في مستشفى قالوا ان هو انقذوه، عملوا اسعافات اوليه وانقذوه ودوه منشيه البكري، واحنا منشيه البكري مش لاقيناه اصلا. قعدنا ندور عليه، قسمنا نفسنا وقعدنا ندور عليه في مستشفى الزيتون، رايح بمجهول ومرضيش يركبوا حد من صحابه معي اللي هو كان معي اساسا، مرضيش يركب حد من صحابه معي وودوه مستشفى الزيتون، وودوه اساسا ان هو مجهول وجاي من امبابه. ده ابنك الوحيد؟ لا، معايا علي في ثالثه ثانوي عام، معايا ام واقف هنا، ومعايا رحمه راحه تانيه اولى ثانوي، كان هو الصغير اصغر واحد، بس هو اللي مسؤول عننا يعني، هو اللي كان شايف حياتنا كلها، هو اللي كان بابا تعبان زي ما حضرتك شايفه، كان هو اللي بينزل بابا وكان هو اللي بيطلعه، كان هو المسؤول عن البيت وانا مش موجوده. فكره انا يعني بقول فكره ان ربنا بيجعل يوم ابن الواحد قبليه دي صعبه. عارفه الدعوه الوديه الوحيده دلوقتي ان ربنا ما يكسرش قلب حد على اولاده وهو عايش، صعب قوي. عارفه ممكن حد يموت قدامك تزعلي وتتاثري وتتوجعي،
بس لما بتيجي لحد ولادك انتي لا صعب قوي. انا عمري ما تمنيت اشوف ابني في المكان ده مقفول عليه. نور بيحب يلعب وبيحب يجري وبيحب يتنطط، بس هنا صعب قوي. انا عارفه ان عند ربنا احسن وافضل من هنا بكتير، بس انا كان نفسي اشوفه قدامي. مش مقفول عليه ولا حاجه، هو يعني هو اكيد في مكان احسن، بس فعلا فكره ال قوي 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 تحس ان اللي بيتنطط وبيطلع وبيروح بيجي وبيساعدني وبيخدمك وبيخدم الناس كلها يبقى هنا. لا قوي اصعب حاجه ممكن اتخيلها ان النور ده عارفه ان يكون هنا. مش عارفه ايه اللي حصل. لا نفسي عارفه لو هتعرفي ايه اللي حصل انت ممكن ترتاحي. ما حصلش اي بلاغ في النيابه ولا بلاغ في النيابه وطب شرعي وتشرح كمان ودي ما راح مش راح يزنهم. لا ايه لسه انت كنت تشرح ما طلعتش. انا ابني ميت دلوقتي ما اعرفش عنه حاجه. ميت جيتي الدفنه حضرتي الدفن؟ حضرتها بس ما حدش دخل لحد هنا. كان نفسي اشوفه. انا شفته في الثلاجه. شفتيه؟ اه دخلت شفته في الثلاجه. ليه؟ عشان اخر مره كنت هشوفه عشان يشوف مش هتجيلي فرصه تاني اشوفه تاني فيها. قدرتي تشوفيه وهو اول مره ابوس من بقه زي ما بتعودي بوسني تلج. ابني كان تلج. نور اللي بيتنطط وبيجري وبيلعب تلج. قلت لهم مش لما اشوف ابني. شفتيه وهو خارج من التلج؟ خرجوا لي من التلاجة وغردتوه وشفته. خليت اخوه يشوف عشان يبقى عارف ان اخر مرة هيشوف اخوه. هما كلهم ولادي كلهم زي بعض بس عارفة ما تحس. لا بس صعبة قوي قوي زي موت. كان لازم اشوفه عشان اقتنع انه ممكن. هو اكيد بقى ربنا بيحط صبر في هو الاذان اذن يعني اكيد ربنا بيحط صبر في قلب الام او حاجه. انا مش معقول. عارفه ان انت هتشوف اخر مره ممكن تشوف فيها ابنك. لا لازم تجمدي ما انت مش هتشوفي تاني. كان ده حصل صحابي اللي كان معايا في حمام السباحة. انت رحتي خدتيه من حمام السباحة وديتيه المستشفى؟ انا رحت لقيته في المستشفى. صح الشباب اللي وداه صاحبه طلع بيقول لي يا طنط نور. قلت له حبيبي لو شفته قول له يطلع عشان من ساعة ما نزل انا ما شفتوش وعشان يطلع ياكل. قال لي يا طنط نور في المستشفى. بقول له نور مين في المستشفى؟ قال لي يا طنط غير. بقول له مات الخض اصلا يعني. بقول له مات؟ قال لي لا ما غير لسه بس ودوه المستشفى. ودوه المستشفى ايه؟ قال لي مستشفى منشية البكري. مين اللي وداه؟ النادي مركز. وانت ما رحتيش النادي خالص تفهمي يعني ايه اللي بيحصل؟ وانا بصي انا في دوامه من ثالث يوم العيد. انا نازلني الشغل. ايه رحت سالت؟ لا ما رحتش سالت. هما بصي ودوه قالوا ودوه. احنا كنا رايحين لما انا شبني في مستشفى منشية البكري جاء عم متصل بينا قال نور في الزيتون. عم جينا رحنا الزيتون قالوا هو جاي مجهول الهويه وقال ان هو جاي من امبابه. الاسعاف اللي ودته قالوا ان هو من امبابه ما رضيش ياخدوا حتى عين. هو بيقدر يتكلم؟ ايه حياتك لما عرفت الخبر يعني هل ما رحتش النادي تسال مثلا ايه اللي حصل؟ رحت لما جالنا الخبر طلعنا قلنا طبعا معلومات كلها غلط. ودونا من نشاط البكري مناش حد من نشاط البكري. قسلنا نفسنا على المستشفيات. عمو طلع على مستشفى الزيتون وعمو طلع على مستشفى ثانيه فاتصل بينا قال ان نور لا في مستشفى الزيتون اللي هي التخصصي. مستشفى الزيتون دخلنا انا لقيت ابني في الرعايه فوق متوفي.
يعني ابني ماشي من النادي متوفي، واللي شال ابني من النادي وداه للمستشفى رفض اي حد يركب معاه. المفروض ان انت في اصدقاء لي معاه تاخد حد عشان يقول بياناته، ساكن هنا ساكن هنا، يتصل بينا يبعت لنا حد. ما فيش الكلام ده، في تواطؤ وفي حاجه بيداروها في موت ابني. مش عارفه خايفين من ايه يعني، اما ما فيش حاجه او ما فيش شبهه جنائيه خايفين من ايه؟ ولا راضين تكلموا الناس، ولا راضين تكلمونا، ولا راضين تشرحوا لحد ولا اي حاجه. اه في بوليس وفي نيابه، بس في ناس ليها حق برضه عايز تفهم، واحنا لينا حق عليكم كاعلام ان احنا نعرف الناس اللي موجوده في مراكز الشباب دي في امان ولا مش في امان. مش معنى ان احنا نفتح اماكن ببلاش يبقى تبقى مهمله، لان لازم يكون في حد واقف عند حمام السباحه. فين الولد اللي قولي بقى ايه اللي حصل؟ حضرتك انت صاحبه؟ احنا نزلنا الميه لعبنا ساعه كده يجي ساعه كده مع بعض. كان بيعرف يعوم؟ فاحنا هو كل شويه يبعد عننا وانا صفر له ويجي، احنا في صفاره معينه بنتفق عليها، فصفرت له ثلاث مرات جه فيها الثلاث مرات، المره الرابعه ما لقيتهوش، فانا واقف وانا وحمام السباحه كبير قوي كده وكميه كبيره يعني ناس كتير وانا واقف واقف كده عشان وانا بدور عليه ببص كده في حمام السباحه، لقيت واحد ده من المنقذين وواحد كده من العائلات بيديله 50 جنيه بيقول عمل له كده بيقول خلي بالك، وراح مشي ناحيه البوابه. يعني ايه خلي بيديله فلوس يخلي باله من عياله؟ انا شفته وانا واقف قدام عينيا وصلي خلي باله من عياله يعني اديله 50 جنيه وانا واقف العادي. رحت انا قلت يعني ما اعرفش، فقعد بقى المنقذ يخلي باله من العيال ب 50 جنيه وساب باقي حمام السباحه وعادي، وانا كل ما اسال محدش برضك محدش راضي يجي معايا. رحت انا قعدت ادور وهم قبلها كده ب 10 دقايق قبل ما الوقت يخلص خلاص، هو بيسافروا قبلها ب 10 دقايق عشان يعرفونا ان الوقت خلص، فهي عشان حضر نفسها تطلعوا يعني. فانا مش عارف اعمل ايه خالص، وخلاص ودورت ومش عارف اعمل ايه، فانا قررت ان انا ادور عليه. بس هو لو انا كنت وقفت كانوا خرجوني، بس انا استخبيت تحت كرسي ما بين الجامع وما بين الامانات، فانا استخبيت تحت الكرسي عشان لو انا كنت واقف وسالت حد كانوا خرجوني، كانوا يفتكروني بهزر ولا كانوا. انت عايز تشوف صاحبك؟ انا هيضموا معايا ويعني اروح ازاي مش عارف اروح ازاي، فانا قررت ان انا استخبي تحت الكرسي ده وادور عليه لغايه ما هم خلاص ما فيش حد. يعني انت عارف ان انت لو رحت قلت لهم انهم مش هيهتموا؟ هو عارف وانا عارفه، فانا مش عارف اعمل ايه. خليتهم كلهم خليت كده شويه صحابي كده واقفين قدامي، رحت انا جريت استخبيت تحت الكرسي من غير ما حد يشوفني وخليتهم هم يطلعوا. فانا خلاص يعني قمت من تحت الكرسي قعدت ادور ما لقيتش. انا مش عارف النادي ده، انا تاني مره اروح، فانا هو كبير ملعب كوره على مسرح على مش عارف ايه حمام سباحه، انا مش عارف امشي ازاي، انا اعرف بس حمام سباحه، فانا مش عارف اعمل ايه. دخلت الكافيه لقيتهم قاعدين بياكلوا سجق، فسالت واحد كده كان واقف. مين اللي بياكلوا سجق؟ حمام سباحه مركزين يعني وكده. لقيتهم بياكلوا سجق وكل واحد في ترابيزه لوحده، فانا سالت واحد كان واقف بره قلت له عم في واحد صاحبي مش لاقيه، وانا دورت عليه كتير ومش لاقيه خالص، بيقول لي امشي روحي ما توجعليش دماغي، بيقول لي ما توجعليش دماغي روح دور عليه هنا، قلت ليه في الملعب بياكل سجق وقال لك ما توجعليش دماغي. وبعد كده انا دخلت الكافيه بقى، انا اللي انا كلمته ده كان واقف بره، دخلت الكافيه دخلت لقيت واحد قاعد بترابيزه على الترابيزه يعني بياكل، ورحت قلت له يا عمو في واحد صاحبي مش لاقيه، وانا سالت الراجل اللي ورا ده قال لي مش عارف روح ما توجعليش دماغي، راح قال لي طب انت دخلت هنا ازاي؟ قلت له انا استخبيت تحت الكرسي اللي هناك ده عشان ادور على صاحبي وانت كنت هتخرجوني. قال لي طب مين عارف ولا انت تبع مين ولا تبع حد من الكوره؟ قلت له لا. راح سابني
قلت له طب مش تيجي دور معايا عليه عشان مش عارف النادي؟ قال لي بس روح دور عليه. رحت كده لقيت ست كده كبيره قاعده على مكتب بتاع التذاكر. رحت قلت لها ما شفتيش واحد بشعر مشي من هنا ولا كان بيدور ولا سالكيش صحابه مش لاقيه؟ قالت لي لا شفتوش ولا حد جه سالني. رحت دخلت انا النادي بتاع الكوره، دخلت لقيت كابتن اسمه ريعو. قلت له يا كابتن في واحد صاحبي مش لاقيه. راح قال لي انت مش جيت لي اول مره، وانا قلت لك ما اعرفش. قلت له بس انا مش لاقيه وانا ما اعرفش النادي ده، انت بس شايف لي ولا تيجي معايا تدور عليه؟ راح قال لي مش استنى اهو معاك. انا واخده من ايده ويعني ولسه بفتح الباب وبلف وانا ظهر الميه، لقيته هو بيبتدي يعوم على وش الميه كده على سطح الميه. فانا قلت له جريت، انا ما كنتش مصدق، انا جريت اشده من رجله وهو شده من ايده وطلعناه عند الشجره، حتى الشجره مش موجوده. كابتن ريع ده راح معاك يدور عليه؟ انا حتى الشجره دلوقتي مش موجوده، شالوها اللي كان فيها الدم اللي قدام المناخير مش موجوده، شالوها. حتى انا قلت لوكيل النيابه قال لي هو ما يعرفش، كلهم بيقولوا ما كانش في شجره هنا، وانا شفتهم بعناية والشجره حطوا له جنب. انت حبيبي مش واخد بالك، هو ما كانش فيه شجره. والله انا شايف لا ما كانش فيه ولا دم ولا صاحبك اصلا. والله العظيم كان فيه، وانا شفت الشجره حتى هم حطوها جنبها يجي ربع ساعه تلت ساعه قبل ما الاسعاف فجت شالوا الشجره. والله العظيم انا شايفها، والله العظيم كان فيه شجره هنا. شالوا الشجره بالدم، مش عارف بقى فين راحت، فين الشجره؟ كان في شجره هنا مطرح ما كانوا حاطينه، كان في شجره. انا كنت زعلانه ان هم مش عايزين يصوروا معانا، كنت عارفه ان انتوا شلتوا الشجره. وبعدين فانا قلت جم بتوع الاسعاف، قلت انا خدت هدومه من الشنطه، قلت له يا عمو خد هدومه وروح معايا. راح قال لي لا مش هروح معاك دلوقتي، روح النادي اهله ولا روح معاك تليفون ولا معاكش. قلت له لا مش معايا. راح قال لي طب روح نادي اهله. رحت ناديت صحابي من بره، قلت له روح نادي امه وقول له ان هو في مستشفى منشيه البكري، حتى قعد ياكد عليا ثلاث مرات. ده الايه المدرب رياو ده؟ لا اللي هو الثاني اللي هم بتوع الاسعاف. مين اللي كلم الاسعاف؟ مش عارف، ما شفتهمش، هو انا وكان واحد بقى مش اصفر وريعه بس، احنا الاثنين بس. قعد ياكد عليا ثلاث مرات يقول لي منشيه البكري منشيه البكري منشيه البكري. هو ما طلعش من منشيه البكري، طلع مستشفى. ما تلاقيهم راحوا منشيه البكري ما لقيوش مكان فطلعوا على الزيتون، ولقيته عايم كده، كان عايم نايم يعني مغمض عينيه، ظهره للميه طفل. لا وشه يعني هو في الميه. هو وشه اللي في الميه، واحنا لما طلعناه لقيناه بطنه منفوخه وكان وشه ازرق. بقاله كتير يعني؟ كتير. قعدت قد ايه تدور عليه؟ ساعة الا ربع كده، نص ساعة. خايف انت بقى من حمام السباحة دلوقتي ولا؟ روح تاني ولا اخرج تاني، هو الشارع حلو نلعب في الشارع. ليه؟ عشان محدش يحصل لنا فيه كده تاني. كفاية صاحبنا راح مننا. يعني اكيد انا مش في مكان زي ده وهقول كلام مش صح مثلا او مش صادق، معرضه جدا انا او اهلي لا قدر الله، مش قادره اقول اولادي بصراحه اني ابقى موجوده هنا. مش عارفة ازاي ما بتخافوش. خايف يبقى عليك مسؤولية او تتشال من مكانك عشان اكل عيشك. ما انت لو مش عامل حاجة غلط مش هيحصل، لكن بتنقذ مثلا منقذ مثلا كان قاعد ياكل سجق وخد 50 جنيه عشان يخلي باله من ولاد الراجل فموت الباقيين. انت عايز 50 ألم على وشك؟ هتقول يا صديقة المالية اصل مركز الشباب بيدي مرتب قليل، ما تروحش ما تشتغلش.
لو مش قدها ما تشتغلش. في فساد في مراكز الشباب رهيب رهيب. شالوا الشجرة، شغلوا الشجرة بالدم عشان ايه؟ عشان عايزين تداروا ايه؟ طب داريتوه دلوقتي من الوزير وداريتوه من الرئيس بتاعك وفضلت، طب ولما تيجي هنا بقى هتقول ايه ولا هتعمل ايه؟ هتبقى لوحدكم هنا خالص بالليل كده، مفيش حد، في الرملة، في الرملة. لو اتقنتوا عملكم وعملتوا اللي عليكم مش هيحصل كده. لو بقيت صادق وقلت الحقيقة وقلت الحق عشان ما يحصلش كده تاني. ده كان ولد رقم كام اللي يموت في مركز شباب في حمام سباحة؟ كتير. تفضلوا تلصقوا كل مرة وتداروها وخلاص؟ مش عارفة مش خايفين ازاي. أنا عمري ما تمنيت أشوف ابني في المكان ده. هو بيحب يلعب، بيحب يجري، بيحب يطلق، بس هنا صعب قوي. بس أنا كان نفسي أشوفه قدامي. محترمة جدا. الأول ما كلمناهم ردوا علينا، ولكن لن نعفي مسؤولية المنقذ. هنتكلم في موضوع 50 جنيه، هنتكلم في موضوع ابعد وما توجعش دماغي. أكيد رئيس النادي ما يعرفش الحاجات دي. مشكورا، هنقابله ونشوف حمام السباحة. فضوا ولا ايه؟ فضوا حمام السباحة؟ ليه؟ ليه منعوا الناس تعوم؟ طب ما يخلوا بالهم بدل ما يمنعوا الناس تعوم. غريبة قوي يا جماعة. يعني بدل ما نشوف الغلط كان فين، منعنا الناس تعوم؟ خلينا العيال كلها ما تعومش، حرمناهم من العوم عشان واحد غرق؟ ولا ده قرار نيابة ولا ايه؟ فين رئيس النادي يا جماعة؟ انا بخاف اقرب ليه؟ طيب تعالى بس. انا مش جاي اهزر على فكرة، في واحد مات. ولا احنا مش جاي اهزر عشان تضحك، في واحد مات. مات في المستشفى بس هو حصل له حاجه قالت مات في المستشفى. ايه اللي حصل؟ طب يعني قولي لي المقدمه الاول ايه؟ والمقدمه انا عايزه ايه؟ انا عايزه اعرف الولد مات ازاي. ثالث يوم العيد. لا بصي لي، ما تبصيش كده، احنا بنتكلم على الهوا دلوقتي، يعني نتكلم عدل ونبص لبعض يبقى في احترام متبادل. يا مش هتكلم. لا انا اكلم وزيرك. روح اتكلم معاه. مش همك ها؟ لا مش هاممني. ها؟ انت جايه هتاخدي موضوع. مش هم، انا بقول لك هروح اكلم سياده الوزير. قلت لي روحي كلمي الوزير. كلمي سياده الوزير. انت متاكد ان انت رئيس مركز الشباب؟ ايوه يا سياده رئيس مركز الشباب سرايا القبه. متاكد؟ اسمي رفعت محمد السباعي. متاكد؟ مش غريبة خالص على فكرة اللي حصل، ومش غريبة اللي هيحصل برضه. لو فاكر انك هتزوغ منها مش هتزوغ. هزوغ من ايه يا ستي؟ هزوغ من ايه؟ فانك بتتكلم كده. اعرفي تكلمي واعرفي تجهزي كلامك الاول تبقي تيجي تتكلمي. على الاقل انا عندي ضمير. واحنا عندنا ضمير احسن. فين يا بتوع الاعلام المزور؟ فين يا بتوع الاعلام المزور؟ الواد مات وهيجي له حقه خاص من عندك. هيجي له حقه. يلا حلو. حلوه
في عين أهلي أنت بتاع شباب أنت؟ أنا بتاع شباب بس قبل ما نشوف الشوط التاني من التهزيق انا عايزاكم تركزوا هاتلي والنبي حتى وانا نازله من العربيه وبقول ناس محترمين جدا وراجل مشكور هيقابلنا وبتكلم عليه بمنتهى الادب. عايزه الحته دي والنبي معلش. فاول ما نزلت من العربيه وبقول الراجل محترم جدا وفتحوا لنا النادي وهنساله على 50 جنيه وهنساله. عايزه اشوف الحته دي. محترمه جدا الاول ما كلمناهم ردوا علينا ولكن لنا في مسؤولية المنقذ. هنتكلم في موضوع 50 جنيه، هنتكلم في موضوع ابعد وما توجعش دماغي. اكيد رئيس النادي ما يعرفش الحاجات دي. مشكورا هنقابله ونشوف حمام السباحة. ناس محترمة جدا ردوا علينا. رئيس النادي راجل محترم جدا واكيد ما يعرفش اللي بيحصل في النادي ومشكورا هيقابلنا. يعني ما فيش عندي ادنى نية للهجوم ولا اي حاجة. اول ما دخلت لما بقوله انت بتضحك على ايه، في واحد ميت، بص لي من فوق لتحت، جاي تعمل ايه دي، بضحكة غريبة جدا. بقوله انت بتضحك ودي، بقوله ايه ده، انا فاكره بقى انا هقابل مدير مركز الشباب يعني. وبيضحك وانا لسه راجعه من المقابر متضايقه قوي والولد في قبره ولقيته واقف بيضحك. يعني انا فاكره ان انا رايحه اشتكي لمدير نادي ان حصل كذا 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 وبقول عليه محترم جدا وبتاع، لقيته مستهزئ الموقف جدا وعارف كل حاجة. وبعدين بقوله انا هكلم سيادة الوزير لان مش صح ان انت 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 دلوقتي سمحت لي ادخل، انا ما دخلتش غصب عنك، وراح واقف قايل ايه، يلا اعمل المقدمة، قول يعني اقول ايه. فانا ببص بكلم المصور بقوله تعالى كده، لا تبصي لي بقى وتتكلمي معايا زي ما بكلمك ويبقى في احترام. هو انا عملت ايه ما فيهوش احترام؟ عملت ايه؟ ببص للمصور بتاعي بوجه راضي بقول له تعالى كده، ايه عملت ايه ما فيهوش احترام؟ فقلت له انا هكلم الوزير ان انا اشتكيه يعني بيكلمني بطريقه مش محترمه، ما انا ست على فكره يعني كبيره في السن برضه، وما عملتش حاجه عشان يعني يبقى الناس كلها واقفه ويقول لي مش عارفه ايه ونتكلم فأنا ماشية بيقول لي يلا يا حلوة. فرجعت قلت حلوة، قال لي اه حلوة غصب عن عينك وعين أهلك. ترجعوا لنا الحتة دي من فضلك عشان لو أنا كدابة. وقال لي انا اسمي كذا، يعني اللي هو روحي اخبطي راسك في الحيط يعني. تعالش كلامك الاول تبقي تيجي تتكلمي. على الاقل انا عندي ضمير. اه واحنا عندنا ضمير احسن. فين يا بتوع الاعلام المزور؟ فين يا بتوع الاعلام المزور؟ الواد مات وهيجي له حقه غصب عنه. هيجي له حقه. يلا حلوه عينك. انت عين اهلي. اللي في عينك ده عين ايه؟ عين اهلي. الست بقى اللي قالت لي دي مراته شدتني من التيشيرت. بقى انا شفت يعني مش هعرف اكيد،
وشدتني بالتيشيرت وانا خايفه حاجه تيجي في بطني. يعني انا هنا كنت يعني كنت في اوائل الحمل وخايفه جدا انها تديني بالبوكس في بطني وانا ما قلتش حاجه. يعني انا بعمل شغلي زي ما الكتاب قال. رحت للست المجني عليها ورحت اشتكي لرئيس مركز الشباب اللي متخيله بقى ان انا هقابل ارجعي من فضلك هقابل راجل كمل جدا وهيقولي تشربي ايه وتفضلي الاعلام المزور. سمعت انا الجمله دي بس من ناس تانية، ناس نوعيه تانية بتاعت الاعلام المزور دي، مش هقول هما مين. مزور فين يعني؟ هزور ايه انا؟ يعني هزور ايه في ان انا جايه بقول لك راجل الولد اتوفى؟ على فكره انا بضحك كده مش بضحك رياء، انا بضحك على اللي حصل لي، ان انا ما عنديش ادنى يعني توقع ان ده هيحصل. عايزه اوريكم بقى مراته عملت فيا ايه. يلا روحي يا حلوة، يلا امشي يا حلوة. قلت له الولد هيجي له حقه غصب عنك. قال لي عينك وعين أهلك، عينك وعين أهلك. رئيس مجلس إدارة مركز شباب سرايا القبة، يلا يا حلوة وعينك وعين أهلك. هما دول اللي بيربوا شبابنا، هما دول اللي بيخلوا بالهم من شبابنا يا ست وزير. ده انا لسه نازله من العربيه بقول الناس المحترمين هيقابلونا ورضوا يقابلوا. حاجه مؤذيه ومزريه ومقرفه وحاجه تخلي الواحد محبط. انا زعلانه ان الولد مات والناس اللي جوه اللي بتلعب رياضه وبتتربى. طب والعيال الصغيرة دي لما تلاقي رئيس النادي بيعمل كده؟ كل اللي حصل حصل قدامك. من أول مقدمتي اللي بقول فيها الناس المحترمة هيستنونا وهيردوا على أسئلتنا وهنسألهم على الحاجات اللي اتقالت. عشان غلطانين مرضيوش، مش مرضيوش، هم على فكرة هم اللي سمحوا لنا ندخل، بس دخلونا عشان يقلوا أدبهم علينا، عشان ما عندهمش حاجة يقولوها. روحي كلمي الوزير، مش خايف، مش خايف، عشان عارف مش هيحصل له حاجة. يلا يا حلوة، أنا حلوة. الصلاحة يا مدافع لو سمحت، يقول الصلاحة. ما تقعديش تقلبي في الكلام. يا الله يا مش طايقه يا ابني الشارع ما تتكلميش. انا استاذ بتقولي لي ايه؟ يلا تبدا على الله. يلا يا بنات بس يا حبيبي يلا يا ابني ماشي الناس. طب فاهم بس المدام، فاهم المدام انها شتمتني على الكاميرا، دي فيها سنة سجن. اللي بتشتغل في المركز الشباب قالت لي معاك، قالت لي يا مش نظيفة. انا بترعش. لا ست الوزير، انا ميم ألف ريه ته مربوطة مش نظيفة. دي الست اللي ماسكة بوست جوه هنا في مركز الشباب،
انا قدام حضرتك كنت واقفه بقى بعمل ختام وطلعت قالت لي كده، ما ردتش عليها وما قلتلهاش حاجه وما عرفهاش. متاكد انها طلعت معاك بس ممكن ما يطلعش الصوت صح؟ نعم. طيب نعمل ايه؟ لو انا طلعت على الاسم دلوقتي وقلت انا اتشتمت ومعايا فيديو وبيتقال فيه كذا كذا، طب لو انا اللي كنت شتمتها كان هيحصل لي حاجه ولا لا؟ لو انا لو وقفت قلت لواحده ست من مركز الشباب كذا 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 كان هيحصل لي حاجه ولا لا؟ كنت هتحاكم صح؟ وانا ما قلتش حاجه. طب دلوقتي الست دي هتتحاكم عشان شتمتني ولا انا عشان مذيعه واسمي ريهام سعيد فتشتم؟ ولا احنا كلنا مواطنين محترمين زي بعض؟ هيبقى في عدل وقانون؟ اتصور شويه مع الناس حبايبي. بس سياده الوزير، انا دخلت مركز شباب وقلت على الناس اللي جوه محترمين قبل ما ادخل، ومن غير ما اعمل اي حاجه خالص اتهزقت قالي اتفضلي يا حلوه وبعدين يا كذا يا كذا قدام الكاميرا. حضرتك اللي هتجيب لي حقي وحق الناس دي، النشق الشباب اللي بيتربى على كده، الناس القائمين على الاماكن دي هم اللي بيطلعوا شبابنا. هنتولى انا متنازله عن شتمتي، ده شتيمه خوف، شتيمه قله ضمير. افتكرت والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله لما بنعمل التقارير دي انا بتخيل ان الولد اللي راح ده ابني، وببقى فعلا 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 عايزه ارفض الراجل اللي كان بياكل سجق واللي خد 50 جنيه عشان يخلي باله من طفل ويسيب طفل، ولا عشان اتاجر بالمشاكل، ولا عشان اهاجم حد. زي ما قلت لكم وزاره الشباب بتعمل يعني كميه مجهود فظيع. انتوا عارفين مصر فيها كم مركز شباب؟ كتير قوي 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 قوي، وصعب جدا 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 ان يحصل رقابه على كل مراكز الشباب دي، صعب جدا. سيادة الوزير خالد عبد العزيز وزير محترم جدا جدا، واي حد عنده شكوى في مركز شباب من فضلكم يروح الوزارة ويشتكي لو سمحتوا. بالنسبة لشتمتي بقى، مفروض كنت اطلع اعمل محضر وحاجات كده، بس انا ما عملتش كده لان انا بقول لكم كنت عارفة ان دي شتيمة خوف. يعني انا لو حصل عندي قضية وحد جه يكلمني مش هشتمه ولا هزعق، يعني لما جم هنا في القناه تاني يوم بيكلموني على موضوع فتاة المول ده كنت بتكلم بكل برود، انا مش عامله حاجه. لكن دايما تلاقيت نرفز وزعق وتحفظ للي قدامه من غير اي حاجه يبقى انت عامل عامله سودة. بالنسبه لي يعني دي كانت شتيمه خوف، فكفايه
كفايه انا عارفه ان انتوا خايفين فبتهاجموا بس. ربنا يتوب علينا يا رب من كل ذو سلوك متدني، ربنا يتوب علينا من الفساد، ربنا يتوب علينا من الرشوه، ربنا يتوب علينا من الاهمال. انا متاكده ان الدوله يعني هتقاوم ده وهتقف ضده ان شاء الله باذن الله. انا عارفه ان الموضوع مش سهل لان بقاله سنين طويله جدا جدا جدا، لكن هنقدر كلنا مع بعض نعمل كده. تعالوا نروح لفاصل ونشوف قضيه غريبه جدا جدا جدا. زمان ايام الفنانه ليلى علوي لما عملت مثلا فيلم المختصبون كنا كلنا في حاله ذهول ان في 3 4 اتلموا على واحده ست واغتصبوها وكانت قضيه جامده جدا والناس كلها اهتمت قوي بالموضوع والواحد يعني ما مش مصدق ان يعني ايه راجل يغتصب ست، وخصوصا لو 3 4 اتلموا على واحدة ست. طب انا لما حد يجي يقول لي ان في 3 4 اغتصبوا ولد ممكن يبقى ده ايه؟ تعالوا نشوف. قولي بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل لنا ابني لما عرفت اللي في عيال اغتصبته عندنا من المعصرة رحت. عرفتي منين ان في عيال اغتصبته؟ في الشارع قال لي ابنك في واحد، قال لي على واحد بس، قال لي واحد خده في حته هناك دهوت، ما قاليش في حته، قال لي هناك دهوت وعمل فيه حاجات وحشه. فانا رحت جبت ابني وقمت راح قلت له بقى ايه اللي حصل يا ادهم، قال لي قعد ما رضاش يقول لي، قام خلوه قام قعد يقول له بالسياسه كده ويقول له هجيب لك حاجه حلوه وما تخافش ومحدش هيضربك ومحدش هيجي يمك. اللي حصل قام قايل له حصل كذا كذا وفي الحته، وخدنا الحته، خد ورانا الحته المكان وقال لي ان هم 2 مش واحد، واحد عندنا من المعصر. رحت بقى خدتهم وخدت الولد، خدت ابني ورحت عملت محضر، عمل محضر وجابوا ابوه، جابوا ابو الولد، جابوا واحد بس ابوه، فجايبينه وجالي بقى واحد من تبعهم هم. انا فكرت ان الراجل ده ظابط قاعد معايا في نفس الاوضه اللي هي فوق في المباحث فوق، وكيل مش عارفه هو ايه، فقعد يقول لي تنزلي لهم وانت مش هتاخدي معاهم حق ولا باطل، ده هم ممكن يرشد الدكتور الطب الشرعي ومش هتطلع معاهم حاجه وهيرفعوا عليك انت قضيه ويحبسوك. وقعد يضحك عليا، وواحد كمان هناك اللي بيكتب المحضر ضربني وقال لي تقعدي تخشي في الاوضه ليه وما تفتحيش بقك ولا تتكلمي، وهددوني وخلوني اتنزلت. ليه يعملوا كده ليه؟ مش عارفه، عشان هم الناس دي يعني هم قويين في البلد واحنا على قد حالنا، ما انا على قد حالي ماليش حد واقف جنبي. انت عايزه حق ابنك؟ حق ابني. رغم ده كمان هجموا علينا وضربونا في قلب البيت وشدوني في الشارع وضربوني وبهدلوني وسبقوني. ايه عشان عملت لهم محضر؟ عشان عملت المحضر، عشان قلت انا هعمل تاني لما اتنزلت غصب عني. هو ابوه فين؟ عملت تاني، ابوه مش معايا سايبني. ضربوني وضربوا امي وكسرن لها رجليها، رجلها بايظه قد كده هم ورمه ببعضها مش عارفه تمشي منها خالص. حد يعمل لك المحضر ويمشي قانونا؟ طب وعايزين نعيش، مش عارفين نعيش، ومهددنا واخواتي طفشين من البيت من البلد وكلنا طفشين. مش ايه البلد دي بقى اللي هو ده تبع ايه؟ اسم ايه؟ بنكلم وزاره الداخليه نقول لهم انك هتعملي المحضر فين؟ في بلقاس. في اسم بلقاس اسمه؟ معرفش تبعهم ولا يقرب لهم حاجه ولا يعرفهم، انا معرفش. هو قال لي تنزلي وزعقلي في قلب المكان، عايز يحبسني 5 ايام. ايه يحبسك انت ليه؟ معرفش، وعايز يحبسني 5 ايام ويقول لي احبسك 5 ايام، انت جايبه لي عيل صغير وتقولي لي هو ما يكملش ال 18 سنه وما عندوش الشهوه اللي هو يعمل كده. قلت له لا، هو اللي عمل كده في ابني ومعاه واحد كمان كبير، قال لي ما احنا مش هنمشي الا بده بس اللي معانا ده، واحد بس، ما جابوش التاني، جاب واحد بس.
طيب احنا نشوف. ليه دايما المجرمين بيتكلموا بلغة ان انت مش تاخد حقك؟ يعني ليه ترسخ في مخ دايما الجاني على ان هو مش هيتعاقب وان اللي قدامه ده مش هياخد حاجة؟ ليه؟ يعني انا ما بقتش فاهمة. زي ما انا قلت له كده اروح ساتو زي قالي روح ساتو. انت مين قالك انك مش تعاقب؟ لما اقول له ان عندك واحد وخد مش عارفه ايه وان الناس اللي كانوا مفروض بيحرسوا البي سي ما كانواش واقفين، يعني ليه مش همك؟ ليه الست دي معتقده انها مش تاخد حقها؟ ليه الناس قالوا لها واكدوا لها انها مش تاخد حقها؟ ارجو انها تاخد حقها، ارجو بجد انها تاخد حقها، لان فكره ان الحق يضيع كده وبالذات في الحاجات الغريبة دي، يعني قصص الاغتصاب الكتير اللي من قبل أطفال وشباب بقت كتير قوي، وما بفهمش ده ايه. كنت الأول بقول الناس دي مريضة، لا مش ممكن يكون كل الناس دي مريضة، دي ناس منحرفة أو ناس بتاخد مخدرات، لازم يعاقب عليها القانون، لازم، ولازم التقارير ما تطلعش لصالح شكل المجتمع. يعني ساعات بحس ان المطلوب ان احنا نزوق الحكاية، لا اذا كان في ظاهرة يعني رديئة كده وخطيرة كده ازاي ما نتكلمش فيها ونقول خلي بالكم من عيالكم، خلي بالكم من عيالكم ما يمشوش لوحدهم، خلي بالكم من عيالكم ان مش معنى انهم رايحين مع راجل او مع 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 صحاب يبقى هم في امان، لا ما بقاش في امان ولا مع راجل ولا مع ست ولا مع اي حد. فعلا يوم القيامه قرب، بقينا بنشوف حاجات عجيبه جدا، مش عندنا بس، في كل حته في العالم. ارجوكوا لما طفل يتعرض للاغتصاب لازم الجاني ده ياخد عقوبه شديده جدا جدا جدا. مهينة جدا ان ولد يغتصب، لكن كارثة بالنسبة للبنت برضو انها تغتصب. وعشان كده جريمة الاغتصاب دي بقول لكم بره، وقلت الحكاية دي مليون مرة قبل كده، ان لما الواحدة بتبقى قاصر عندها 16 سنة وراجل يضحك عليها ويقول انا بحبك ومش عارفة ايه وبتاع ويقيم معها علاقة كاملة، بيعاقبوه ويسجنوه بالعشر 15 سنة لمجرد ان هو اغتصب عقلها. يعني هي عملت كده برضاها، لمجرد ان هو اغتصب عقلها وقال لها انا بحبك فهي صدقته عشان هي قاصر وهو كبير. يعني مش عشان اغتصبها جسديا، لا، لمجرد انه اغتصب عقلها وضحك عليها وقال لها انا بحبك. طب بالنسبة لهنا بقى تعالوا نشوف. حصل كله ان انا راجل طبعا كنت في الجيش معرفش حاجه، طبعا اخويا كلمني قال لي تعالى عشان اختك عامله حادثه ومش عارف ايه، قلت له ماشي مفيش مشاكل هستاذن المقدم وهاجي. تاني يوم استنيتش والمقدم قال لي الحادثه زي انت، قلت له والله عامله حادثه، قالوا لي ان هي عربيه خبطاها ومش عارف ايه. جبت بعده وجيت الساعه 12 من الساعه 5 كانت الساعه 12 هنا، جيت قالوا لي، قلت لهم ايه اللي حصل؟ قالوا تعالى بس ايه، لقيت اخويا قاعد بره. يا ربي اه، لقيت اخويا قاعد بره بيقول لي تعالى نروح عند اخوك. قلت له اخوك مين؟ قال لي نروح عند اخوك جميل. في ايه يا ابني؟ قال لي تعالى نروح هناك انا عارف كل حاجه. رحت هناك عمل لي اختك حصل معاها حاله اغتصاب وشويه دربكه حصلت، عايزين نحل الامور بمعنى اصح ونشوف ايه مين اللي عمل كده. طبعا انا جاي، هي عندها حاله نفسيه ما بتتكلمش نهائي،
لما شافت ناني اتكلمت بقول لها مين اللي عمل معاكي كده؟ قالت لي واخوه وواحد من المعصره. طب عملوا معاك كده ازاي؟ قالت انا كنت بكلم عريسي في التليفون واقف جنب البيت قاموا كاتمين نفس وضربين على دماغي. ده كلام مين؟ المرحوم الله يرحمه. ده ليه؟ طبعا انا كلمت اخوات عمي واخواتي وكده وقلت لهم تعالى نروح فين؟ على المركز. قالوا بس اهدى لما يجي مين؟ ولاد عمك رخري. جم ولاد عمي كلمت معاهم جه خالها وكده وكلمنا معاهم فطلعنا فين؟ على المركز. قبل ما نطلع على المركز جينا هنا يا دوبك جينا هنا لقيت اخويا بيرن علينا. في ايه يا ابني؟ قالوا تعالى في بيت شرب سامة. ازاي يا ابني؟ قالوا كده. رحنا جري نشوفها لقيت بيتها بتخلص طلع في الروح شرب سامة. نجيب مين؟ نجيب يعني الهمناها طبعا وطلعنا على دكتور. فالدكتور قال لنا ايه ده يعني ايه تعبانه شويه بس وداها ايه ده شويه ايه تاديه نفس ومش عارف ايه. كان طبعا المخ ضرب وتنزل منين؟ من انفها من هنا. خدناها وطلعنا على المستشفى عشان نعمل لها جلسه تنفس وكده. انا عارف ان هي بتموت. انا عرفت ان هي بتموت لما شفت اللي في مناخيرها وكده عرفت ان هي بتموت. جبناها وجينا على هنا على طول. بعد ما جبناها جه المباحث هنا وجت النيابه ومش عارف ايه وظباط وغيره وغيره وهكذا. ايه يا ابني اللي حصل؟ قلت لهم اللي حصل واحد اتنين تلاته نفس الكلام اللي قلته دلوقتي. لحد النهارده الحكومه جابت حق ولا غير حكومه جاب حق؟ ايه الجماعه هنا قالوا لي هي قالت لي برضو الكلام ده. قالت لي كلمتني اللي هي صاحبتها اختهم قالت لي ده انا واقفه تعبانه هي تقريبا كانت حامل. قالت لي كده تقريبا ان هي كانت حامل. ولما كلمتها طلعت لها فين؟ في اخر الشارع عندنا ورا هنا. فطلعت لها في اخر الشارع يا دوبك طلعت في اخر الشارع ما لقتش حد اكتر من اللي في عربيه واقفه وكتمت نفس والضربه على الدماغ. خدت الضربه طبعا ما اغمى عليها طبعا. انا بنت بنوت عيل عندها 20 سنه تتخطف في ثانيه زيها زي اي بنت. راح اكلمه يا فلان عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. بكلمها اختك كويسه مع اخواتك؟ الحمد لله كويسين وعايشين محترمين في حياتي. يعني طول عمرنا ما حدش قال عنها كلمه وحشه والحمد لله. تقدر تسال دلوقتي بره قول الناس ديت من اول جدهم اللي نزل البلد دي لحد دلوقتي ان كان عندهم غلطه يقدروا يطلعوها علينا يطلعوها. والحمد لله عشان باحترامنا وادبنا. والناس دي حتى ما اسالناهمش. ده اخويا ده لما حصل معاهم حادث مع ابنه حصل معاه حادثه بالعربيه عرض عليه 10000 جنيه 10000 جنيه قال له صلح عربيتك واطلع اشتغل. صلح عربيتك واطلع اشتغل ما تقعدش في بيتك. وعرض عليه 10000 جنيه مع انه كان عليه فلوس بيت احنا كنا شارينه. كنا شارين بيت تاني يعني لاخويا الصغير وليا. كنا شارين بيت وكان علينا فلوس فعلا هندفعها. قال له لا مراته قالت له اطلع ادي الراجل ده فلوس يساعد من عربته ويساعد مع نفسه وبعد كده يجيب لك الفلوس مش مشكله. اكيد اكيد في سر على البيت دي اخته كانت ماسكاه. كانت ماسكاه عليه. ده شيء اكيد. في سر عشان حتى امها لا يعني في ست هنا في البيت في الشارع هنا بتقول لها يا امهم كذا تقول لها صباح ماتت يا خال. قالت لها في مصيبه خدت سرنا معاها. معنى الكلام ان في سر فعلا كان معاها ما رضتش تقوله عشان كده خدوها غدر واغتصاب والدنيا الخير بدك اللي علينا من سبب السر ده. عايزين يكسروا عنها بمعنى صح. ويكسروا مين؟ اخواتها. خمس رجال عايزين يكسروه ما يعرفوش ان احنا ناكلهم في مصارنا بحقها. ده بحقها هناكلهم برضه لان ده حلال ربنا. يوم الاختفاء الساعة 12:30 بالليل طلعت مرات اخويا عندي في الشقه فوق بتقول لي اختك عندك؟ قلت لها لا مش عندي. نزلنا الساعه 12:30 بالليل رننا على التليفون اللي هي بتكلم عريسها عليه لقيناه مقفول. نزلنا دورنا في الحته سالنا الناس اللي حوالينا كلهم ورحنا بيت الجماعه دولت سالنا هناك لان البنتهم كانت مصاحبها بتجيلها هنا وبتكلمها اللي هي استدركتها وطلعتها بالليل دي. واحنا واقفين بندور كلنا من الساعة 12:30 لحد الساعة 1:30 الظهر. الناس كلها جت اتلمت وكله بيدور وكان في ناس شغالة معايا هنا في جرار زراعة هنا. جه واحدة قام قايل لي تعالى أنا عايزك. هو وواحد جوز أختهم ده. قال لي أنا عايزك في حاجة تخص. رحت معاه مشيت معاه نسيب جاي ورا مني قام قايل لي محدش يجي وراك. لأن أنا عايزك لوحدك بس. رحت معاه مراتي جت تاني ورايا قام قايل لي بتقول لي اركب معاك وهي ما تعرفش انا رايح فين. قلت لها لا روحي وانا ايه هكلمكم بالتليفون. مراتي مش هترجع اتروحت
واني مشيت معاهم. وقفنا في حتة بعد البلد هنا، قام قايل لي انا عارف مكان اختك. قلت له طيب هي فين حتة؟ قام قايل لي هتبقى راجل. قلت له هبقى راجل. قام قايل لي انا عايزك تمسك نفسك وتبقى راجل لان الكلام ده صعب. قلت له ماشي انا راجل وابقى معاك كويس. قام قايل لي اقفل التليفون. خد التليفون قام ناتشو قام قافله. قام قايل لي انا هجيب لك اختك بس محدش يعرف هي كانت فين. اللي يسألك قول له ان هي كانت عند اختي في البيت. قلت له ماشي. قام قايل لي قلت له طب هي فين؟ قام قايل لي هي في المعصره. طب هي في المعصره بتعمل ايه؟ اللي وداها هناك كده. قام قايل لي يا بالليل جت مشت معانا وواحد من المعصره اسمه هو خطفها وخدها بالليل. المهم مشيت معاهم ورحت قاموا قافلين الميكروباص وقالوا لي استنانا في الحته ديت، استنانا في الميكروباص 10 دقايق نجيب اختك ونيجي. قلت له ماشي. قام قايل لي بس قبل ما اختك تيجي اعرف ان في واحد النهارده الصبح اغتصب اللي هو المعصره ده. قلت له ماشي. طب انا عايز اختي دلوقتي. قعدت في الميكروباص قاموا قافلين عليا من بره وقعدت ساعه وربع بالظبط في قلب الميكروباص استنظرهم. محدش منهم جه. ساعة وربع لقيتهم جايبينها واحد سنيدها من الجادي وواحد سنيدها من الجادي وشايلينها وقاموا حاطفينها في الميكروباص. جت اني يعني روحي راحت ساعة ما هي جت، يعني تهت عن الدنيا. قلت ماشي وسكت. ولما جبتها قلت لهم ودوني حتة اسمها المزعمط. قاموا قايلين لي لا ما احناش رايحين هناك، احنا هنوديها عندكم البيت وهنروح للناس نقول لهم اللي موجودين قدام البيت ان هي خافت وراحت باتت عند اختي. قلت له خلاص ماشي. خدتها وجبتها هنا. طبعا اخوالها ملمومين وعمامها واولاد عمها وكل الناس ملموم. اما هي كانت فين؟ قلت لهم ده هي كانت عند مين؟ عند وخافت النار طلع تعبانه وخافت والنار طلع قامت مبيتها وياها. دي اللي انا قلته ايه وهم دخلوا قالوا الكلمتين دول. انا عارف بقى كل حاجه. ابن عم جه سالني قلت له حصل كذا 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 على ايه؟ حالة الاغتصاب والكلام ده. ما نعرفش ان هم اللي عاملين كده. هم قعدونا على السكة وراحوا اغتصبوا اخته وهم قاعدين في قلب الميكروباص. واحد كان بيشرب بانجو وده يخش وده يطلع. التلاتة واحد يخش والتاني يطلع. ومكتفينها ورمينا في قلب الأوضة واتغيروا عليها هم التلاتة. في قلب الصالة لان هو كان معايا واحنا بنجيبها. اللي هم طلعوه ده. كان معاهم في قلب الصالة قاعد يلف بانجو ويشرب. وهي قالت لي قايله لهم قبل ما تموت قالت ان ده كان معاهم وبيشرب. تقول له حشني يا حشني يقول لها اكن انا بخطط لك بقالي 6 شهور ومستكترة علينا ان احنا ننام معاك المرة دي. انا بخطط لك بقالي 6 شهور. قلت لها طب هم عملوا معاك كده ليه؟ قامت قايله هعمل ايه؟ غصب عني انا كنت بكلم عريسي والبت نادت عليا قالت ان انا بنزف عشان هي حامل. ما فاجئت الا لقيت نفسي مخبوطه على دماغي وركبت ورحت المعصره. ركبوني ما شفتش نفسي الا في قلب المعصره. خدت اختي وديتها لدكتور هنا في البلد اسمه نزار. قام قايل لي هي غشاء البكاره سليم ما فيهاش حاجه. ما اتاكدتش. بعت اختي تاني مع مراته ومرات اخويا وديتها لدكتوره تنسى في الحمول. قالت لهم لا ده غشاء البكره مفضوض. جت وهي جايه في الطريق مراتي نزلت وجت وهي راحت مع مرات اخوها خافت. راحت هناك وهي داخله بيقول لك اخو مرات اخويا ده عنده ارض زراعيه وبيرشها دواء وحاجات من دي معلقه على الحيطه. لقت الكيس السم خدته وهي داخله ما حدش معاها جوه. كانت قاعده لوحدها في قلب البيت جوه. شربت منه. فاني عايز اطالب بالاعدام لان لو ما جابوش اعدام احنا كلنا بايعينها. كلنا بايعينها ولا عايزين عيال ولا عايزين اي حاجه من الدنيا، احنا عايزين حق اختنا. القانون لو ما جابش حق اختنا احنا هنجيبه بايدينا. ولا حكومه ولا اي حاجه. احنا هنجيب حق اختنا بايدينا، لو القانون ما جابش حقنا احنا لاجئين للقانون. ما جابش حقنا احنا هنجيب حقنا. لما صباح جت هنا لقيتها تعبانه وما بتتكلمش ومنهار. اكلمها في ايه؟ تقول لي ما فيش حاجه. طب خديني بس عندك.
وده انت مش عايز تقعد هنا خايفه من الصبيان. قلت له انا مش خايفه من الصبيان بس انا خايفه من الناس هنا اللي هم الجماعه دول. المهم خدتها برده وقعدت قعدت عندي هناك اتكلم معاها ما تتكلمش. قمت رايحه متواخداها للدكتور كشفت عليها قام راح قايل لي هي بنت بس هو كان بيضحك عليا قال لي ادي لها في غسول وفي مرهم. فهي طبعا انا فهمت الكلام هي ما فهمتهوش فقام راح متقال له ايه قلت لها فبقول لها خلاص بقى ما فيش حاجه اهوت انت بقالك يومين ما اكلتيش وعايزك تقعدي تتكلمي معانا وكل حاجه تبقى بسيطه وما فيش حاجه وانت بنت وانت وقت وقت واقفه على الارض سبت. قامت لها فرحي بعد شهر ونص او شهرين قلت لها عادي ما فيش حاجه احنا نحكي لعرسك كل حاجه وبعدين ايه لما الوقت المهم احكي لي انت بقى انت بقيتي بنت اهوت احكي لي ما انتش ما عادش في حاجه تخاف عليها. لقيتها مضروبه هنا وفي جنبها هنا وهنا وجسمها دي لما قلعت قدام مني وانا بحميها لقيت جسمها دي كانت متروقه جامد مضروبه. فبقول لها ايه دي يا بنتي في ايه؟ قام رحمت قايله ما فيش. قلت لها احكي لي وانا مش هقول لحد. قالت لي مش هتقول لحد خالص. قلت لها ولا اي مخلوق جربيني كده. قالت لي ماشي. قالت له ما كانوا جايبين طبق كبير كده ومليان بانجو وحبوب وقرف وقاعدين يشربوا عليه ومكتفين ايدي وربطنا في السرير وفتحين على حتتين السرير وقاعدين يغتصبوني. اللي يخلص يقول له تعال استلي والتانيين قاعدين بيشربوا في اوضه ثانيه. اللي يخلص وجنب منهم السواق. قلت لها طب دي مش عارفه تقولوا لي يا بنتي ده جارك. قامت قالت ده انا بقول له حش عني ده نختك. قام راح قايل لي ايه ده انا بتكتك لك بقالي ست شهور. ده انا بقالي ست شهور بتكتك لك وبخطط لك وعاوزاه تعدي كده من تحت من ايدي كده بالسهل ازاي؟ قلت لها طب انت بقيتي بنت وما تخافيش وبعد كده احنا ناس فلاحين. قلت لها اخواتك عندهم موسم وحين يلموا موسم زرعهم يا بنتي عشان خاطر الناس اللي هم زارعين عندهم بدل ما انت بقيتي حلوه هتروحي بكره ولا بعده على ما حسابك تهدي. قالت لي لو روحت هم هياخدوني تاني غصب عنهم لان الصبيان هنا والحريم دي كلها بتسرح من اذان الفجر يقول الله اكبر يتصلوا وياخدوا بعضهم وياخدوا اكلهم وياخدوا بعضهم ويمشوا ما يجوش الا هناك اذان المغرب. التانيين بقى بيستقفوه وبيهددوه بيهددوه بالبيت الصغيره اللي قاعده ده اهي وبيهددوه بالعيال كلها وبيقول لها اخوك اللي راكب جرار هنمسكه هنشوحه في اي بحر بالعربيه مالكيش فيه. اللي بقول لها في واحد هنا في طرنش كبير هنا كان في راجل قبل كده مقتول فيه بقول لها هنقطعه لك حتت حتت وهنحطه فيه ومن غير ما حد يعرف احنا المهم اللي احنا كده كده هناخد اللي احنا عاوزينه ومحدش له حاجه عندنا. انا عاوز اعرف فين حقها بقى؟ عروسه كانت هتلبس فستان الفرح لبست الكفه. عروسه كانت رايحه تزرغت ليه بقى انا بدل ما نزرغت بقى انا بنصوت بدل ما تخش شقتي خشت قبري. مين بقى يستحمل كده ويمشين في قوله في البلد؟ احنا طلعنا والبنت ما تحبسش على ما تخدتش لحد دلوقتي اللي هم طلعوه اللي هي اللي نادت عليها وقالت لها تعالى عشان انا تعبان وينزع دم وناول لنا اي عبايه من عندك. قالت لها استنى مصحي حد واحده من نسوان اخواتي. قالت لها بس ناولها لي من على البواب. خدتها مشدتها من على البواب قعدت تكلمها قالت لها بس اقول لك كلمتين اخواتها ضربوها وخدوها في قلب ميكروباص وخدوها ومشوا. فين حقنا بقى؟ احنا عايزين حقنا ولا احنا عشان غلابه يعني انتكلنا في الرجلين؟ هم لهم واسطه احنا مالناش الا ربنا. انا عاوزه حق اختي. السر ان سحبت صباح ان سر كان كله مع صباح عشان دي قبل كده طلعت المعصره برضو وراحت وطفشت مع واحد وقريبه قعدوا يدوروا عليها يومين وما قالت لهمش على مكانها الا صباح وجابها من بره بره عشان ما يفضحوش نفسهم ودوها المعصره عند اختها لان كانت اصلا حامل كانت هي حامل وسقطوها وجابوها وفضلت هنا في ناس شهود ان هي فضلت تاخد محاليل اكتر من شهر بسبب الموضوع دي تعلق لها محاليل وحاجات وفضلت تعبانه فتره بسبب الموضوع دي فكان لازم تكسر عينيها. هفضل أقول في كل حلقة تشريع قوانين جديدة وضمير وضمير صاحي. أنا مش هطول عليكم خلينا نروح للتقرير اللي جاي ده اللي انعدم فيه الضمير تماما وبعدين نعلق عليه. تعالوا نشوف.
قولي انت ما قتلتش وما سوقتش العربية، ما انت ايه كان دورك؟ ده حصل استاذة، انا كنت رايح معاهم، ياسين دعاني اللي انا اروح معاه اجيب عفش مع ابن عمه من دمياط. رحت معاهم اشتروا العفش، وجا راجل سمسار ودانا على المحل اللي اشتروا منه العفش، اشتروا العفش وجبنا العربية وجينا، ركبوا هما الاتنين قدام وانا ركبت في العربية من ورا. جت العربية لما خلصت الطريق الدائري الدولي نزلت على التحولة بتاعت الزراعي. بدل ما تاخد طريق أبيس وتطلع على طول، لفت العربية ورجعت في العكس، طلعت ناحية الشباك. قلت له يا عبد دلوقتي انت يا ابني طريقنا كده على طول، ده طريق العمرية. قال لي لا، ده في هنا تحويلة قريبة هتودينا على كفر الدوار. سبتهم، المهم دخلوا في طريق، نزلوا من بعد ما لفوا الزراعي، نزلوا في طريق فرع يمين على الزراعي، مشوا شوية في الطريق الفرعي، عدوا في بيوت ومحلات على الجنبين. بعد شوية المحلات بدأت تختفي، وبقى ماشي في المنطقة زراعية، أرض زراعية على اليمين والترعة ترعة ري على الشمال. في نص الطريق كان أيام شتا، العربية غرزت في مية وهي معدية، فضلوا يحاولوا يطلعوا العربية فالعربية ما طلعتش. المهم شد عبد مع السواق، شد هما الاتنين مع بعض وياسين عشان العربية والمشوار، وقال له انت جايبني من قايل لي على كفر الدوار وموديني فين، فشدوا مع بعض. بس كان عايز ياخد منه العربية. قال له حضرتك أستاذ في الكلام. لا إله إلا الله سيدنا محمد. لما شدوا مع بعض قعدنا هديتهم، وبعدين مشى عبد وياسين وقفوا على الجنب على جنب الترعة من ورا ورا العربية، والعربية في فترة نمرة حمام مية. فبعد شوية أنا ركب العربية ومدلد الرجل، والسواق ركب في العربية زي ما هو. نادالي ياسين قال لي تعال، رحت خير، قال لي ده عبد بيقول اللي هو هياخد العربية من السواق ويأدبه، أقسم بعزة الله العظيم زي ما بقول لحضرتك. قلت له يا ابني ازاي الكلام ده؟ قال لي زي ما بقول لك، كلمه بجد قال لي زي ما بقول لك. خدت بعض ومشيت، رجعت على السواق، أقسم بعزة الله. وأنت كنت طالع معاهم ليه أصلا؟ أنا رايح معاهم ياسين، أنا معرفش عبده. ياسين ده المفروض اللي هو جاري، وفي علاقة صداقة بيننا يعني علاقة، فدعاني اللي أنا أروح معاه عشان أجيب ابن عمه راح يجيب عفش من دمياط، فعلى سبيل الخروج أروح معاه وعلى سبيل اللي أنا يعني خروج هتمشى معاه. فلما قال لي كده أقسم بعزة جلال الله تمشى من دمياط. هو ده اللي حصل والله يا أستاذ، والله ده اللي حصل. تقعد فوق العربية من فوق يعني ولا إيه؟ هو عبده قال لي تعالى اركب، واحنا هناك في دمياط قال لي تعالى اركب قدام. فالمهم هو عازم على جنب اركب قدام، ما رضيتش، فقلت له سيبني بره براحتي، ولما عاوز اركب انزل اركب قدام، هبنزل اركب وارجع انت اركب ورا شوية. بس هو قتل قدامك صح؟ أنا جاي لك في الكلام يا أستاذ. لا أنا جاي لحضرتك في الكلام. بعد ما قال لي كده رجعت على العربية، والله أقسم بالله والله واحد شاهد عليا، رحت جنب العربية بالراحة، وقفت جنب الشباك، قلت له يا استاذ محمد خلي بالك عشان العيال عايزين ياخدوا منك العربيه. اول ما قلت له اتفاجئ واتخض، قال لي والله، قلت والله واعتبر ما قلت لكش اي حاجه عشان لو عرفوا هيؤذونا. الكلام ده كنا بعد يعني العشاء او بعد العشاء. قال لي ماشي. بعد شويه رجعوا قالوا له انت هتفضل واقف بالعربيه، واحنا الوقت اتاخر وكنا في امشيده والجو برد، يلا عشان نمشي. قال لهم مش هقدر اطلع العربيه، لازم تشوفوا لي حاجه تشدني او حاجه جرار او عربيه تشدني عشان اعرف اطلع منها. قال له احنا ما نعرفش حد هنا والمكان وما نعرفش حد، فطلع العربيه. قال له مش هقدر اتك على عربيتي واهلك فيها اكتر من كده. رد ياسين قال له يا عم هات المفتاح، انت اصلا شكلك ما تعرفش تسوق وعرفنا طول الطريق، هات المفتاح وانا هسوق وهطلع العربيه. قال له لا مش هقدر ادي عربيتي لحد يحرق فيها. المهم فضلوا ياخدوا ويدوا مع بعض في الكلام لحد ما ادى السواق المفتاح لياسين. ياسين ركب العربيه، فضل يحاول في العربيه ويزق العربيه وحطه تحتها تحت العجل طوب، يزق العربيه في العربيه طلعت. بعد ما طلعت قام جاي لف بالعربيه، راح محمد ركب عربيته وناسين نزل لفت العربيه اول ما كان طالع في الطريق على طول. بعد ما طلعت لفت وعبده قال له لف بقى وارجع من ايه، هنرجع من نفس الطريق تاني عشان ما نطوش عن الطريق ده من قدام والعربيه تغرز بينا تاني ويحصل مشاكل، لف وهنرجعك من طريق افضل من اللي احنا دخلنا منه. لف يا استاذه ورجع من نفس الطريق اللي احنا دخلنا فيه تاني، اللي احنا كنا داخلين فيه من البدايه. لف مشى بالعربيه حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، وفي طريق الرجوع رجع تاني. ياسين راكب جنب السواق وعبد راكب جنب الباب وانا راكب فوق زي ما انا. فجاه بصيت لقيت العربيه وقفت العربيه، بصيت لقيت عبد فتح الباب ونزل جري بيقول لي انزل. قلت له انزل ايه؟ بس لف رايح ناحيه السواق بيفتح الباب وبيشد مين؟ بيشد محمد السواق الله يرحمه. شد ونزله، وياسين جاب يزقه من قدام فضل يشده. فنزلت يا ابني ايه اللي انت بتعمله؟ يا ابني ايه اللي انت بتعمله؟ قال لي انت مالكش لازمه يا ابني تبسيه، ويا ابني تبسيه. وفي الظروف دي هو نزل عم العربيه عمال يقول عربيه تلحقوني.
فنزل تقريبا المفتاح كان في ايده، فبيحاول ياخده منه المفتاح عشان يروح يركب العربيه. في الظروف دي هو تقريبا رمى المفتاح على الارض، ياسين جرى خد المفتاح وراح ركب العربيه. الظروف اللي ياسين راح ركب فيها العربيه كان عبده قاعد على كان محمد الله يرحمه قاعد على الارض، والولد عبده راح يجري عبده. عبده بيجري فجم محمد ماسكه من رجله كده وماسك فيه وقعد يقول الحقوني الحقوني. تقريبا كان في نور جاي من على الطريق من بعيد، تقريبا هو ماسك فيه بيقول الحقوني على ما النور تقريبا النور يلحقه، فالناس تيجي اللي هو صاحب العربيه او صاحب الحاجه اللي جايه فيجي يلحقه فيمسكهم، يبقى هو ماسك صاحب الشان. عبده قعد يضرب فيه، سيب يا سيب مش عارف لا هضربك سيب لها هموتك. قلت له يا محمد سيبه سيبه يا محمد والله العظيم هفضل واقف معاك، والله هفضل واقف معاك، سيبهم ياخدوا العربيه مش والله هفضل واقف معاك وعربيتك انا عارفه. لا اله الا الله. هم بيشتغلوا ايه اصلا؟ عبده ده استاذ انا ما اعرفش بيشتغل ايه، ده هو ده ياسين. انت رحت تتمشى مع مين؟ مع ياسين. ياسين ده بيشتغل ايه؟ ياسين ده المفروض اللي هو خريج صنايع وشغال بناء. انت عارف انه كان بيشتغل في موضوع سرقه العربيات ده؟ نهائي. وإلا ما كنتش أمشي معانا لا وضعي ولا دنيتي ولا أهلي يسمحوا لي أصلا بكده نهائي. يعني حالته المادية على قد إن هو بنا؟ أيوه أستاذ. هو دي أول مرة يطلع يسرق عربية؟ ما أعرفش أي حاجة نهائي. بعد كده أكيد عرفت. لا بعد كده أنا عرفت من المباحث اللي هو ماشي غلط. لما جيت المباحث وعرف القصة دي عرفت اللي هو ماشي غلط. يبقى تلوز زي بقى. انا قال حتى بكمل لحضرتك القصه وحضرتك هزف اللي تهزفيه. لا ما هو عشان ما انت مش هحذف، انت مش قلت لي ما تحذفيش حاجه في عشان تصدقيني. هكمل لحضرتك القصه وحضرتك بهزف اللي تهزفيه. جرى فمحمد ماسك فيه في رجل عبده، فعبده عايز يتخلص منه عشان يجري يركب في العربيه. المهم في النهايه تخلص عبده من محمد وقام جاري نط في صندوق العربيه ونور. قام ياسين واخد العربيه وجاري، قام جه عبده نادى قال له وقف وابدا السعيد واقف ما ركبش. ياسين وقف بالعربيه ثاني بيقف، لقيت عبده بيناديه بيقول لي اجري تعالى اركب. قلت له يا ابني انا مش ماشي معاك في الطريق. في الظروف اللي هو بينادي لي وبعد ما هو بالعربيه بيقول لي اجري تعالى اركب، قام جه محمد السواق قام من على الارض جري وفضل يجري ورا العربيه. بعد ما طلع الثاني فضل يجري ورا العربيه لحد ما مسك في الاكسلام بتاع العربيه من ورا وقام جاي اركب في الصندوق. ففي الظروف اللي هو بيركب في الصندوق جه عبده بيضربه بايده، الكلام ده انا شايفه بالعربيه بتمشي، بيضربه بايده عشان ينزله من الصندوق عشان ما يركبش معاه في العربيه. في الظروف اللي كان ياسين بيجري بالعربيه بسرعه جامد، العربيه اختفت عن عينيا. حتى بعده نزلت اتمشيت على الطريق قدام شويه، طبعا المكان اللي انا فيه ما فيهوش بيوت، مكان زراعي. اتمشيت شفت نور بتاع قريه او عزبه على ابواب. محمد راح فين كده؟ ركب في العربيه. ركب معاهم؟ ركب معاهم في العربيه في صندوق العربيه. فضلت بصيت لقيت نور بتاع قريه بعيد، فضلت ماشي لحد على الطريق اللي هو فرعي هينزلنا على الطريق العمومي ده، فرعي ينزلنا على النور بتاع القريه. نزلت على النور بتاع القريه لحد ما وصلت البلد عزبه صغيره. نزلت اشتريت قلبي السجاير المحل بقاله، سالت صاحب المحل قلت له سمحت انا عايز اروح كفر الدوار اي حاجه تطلعنا على الزراعي اركب ايه من هنا. قال لي يا ابني ده هنا بعد المغرب. انت خلاص ما كنتش معاهم يعني ما تعرفش ايه اللي حصل؟ والله لا والله الذي لا اله غيره. غير ما تحلف. والله ده انا بحلف لحضرتك مش لحد. والله الذي لا اله غيره ما اعرف ايه اللي حصل نهائيا الا لما جيت المباحث. ما قابلتهمش بعد كده؟ قابلتهم. لو ما عرفتش منهم ايه اللي حصل؟ انا جاي لحضرتك في الكلام. نزلت القريه دي ركبت من هناك. مش عايز اعرف نزلت القريه بقى، عايز اعرف قابلتهم على طول بقى حصل ايه. في نهايه القصه خدت بعضي بعد ما ركبت عشان اختصر لحضرتك ونزلت العمريه، خدت العربيه العمريه ورحت البيت. قعدت في البيت طبعا ما قدرتش انام من الموقف اللي حصل قدامي، اللي هم ينزلوا سواه وسواه يسرق وراجل جاي معانا من مشوار واكلين مع بعض في الطريق. نزلت وصلت البيت قعدت حوالي ساعه. طبعا تليفوني كان فصل شحن وانا جاي، حطيت التليفون لما شحن على الشاحن وبعدين فتحت التليفون. ما انا فتحت التليفون لقيت ياسين بيتصل بيه، رن علي اكتر من مره ما رضيتش ارد عليه. في النهايه رديت عليه خير ياسين، قال لي انت فين؟ قلت له خير عايز ايه؟ قال لي انا عايز اعرف انت فين. قلت له يا ابني انا في البيت في ايه؟ قال لي طب احنا بس عايزين نطمن عليك، والله ما تخاف ما فيش حاجه، احنا عايزين نطمن عليك بس نعرف انت فين ولا رحت فين. قلت له يا عم انا في البيت ما فيش بيني وبينك اي حاجه، ما تحاولش تتصل بيا تاني نهائي. قال لي يا عم ما فيش مشاكل. ما قالكش قتلته ولا لا؟ ولا اعرف اي حاجه، انا جاي لحضرتك في الكلام. بعد شويه قفل معايا بعد حوالي ساعه، يعني حوالي ساعه الا ربع. اتصل بيا تاني قال لي يا سعيد لو سمحت انا تعبان وعشان خاطري شوف عربيه تيجي تاخدنا، انا جاي من ورا طريق المطار بتاع برج العرب من ورا انا وعبده
وتعبان مش قادر امشي بقى اشوف العربيه تيجي تاخد. قلت له يا ابني لا اشوف لك عربيه ولا بيني وبينك اي حاجه وحظ الله بيني وبينك على القصه اللي حصلت مش هقدر وبعدين الوقت متاخر وانا ما اعرفش عربيات. قال لي معلش عشان انا تعبان وعشان خاطري وابغى. مش لازم تفاصيل قال لك ايه وقلت له ايه، انا عايز اعرف حصل ايه. مش لازم نقول المكالمه فيها. طيب في نهايه القصه قفلت معاه رحت لاخوه قلت له اخوك اتصل، اخوه اسمه علي عنده عربيه، قلت له ياسين اخوه اتصل بيا وقال لي هو جاي من مشوار الفلاني تعبان عايز حد يروح يعني شوف هتعمل ايه. المهم سبته مشيت رجعت البيت، رجع ياسين اتصل بيا حوالي الساعه 7 الصبح قال لي لازم اقابلك ضروري. قلت له يا ياسين ما فيش اي كلام بيني وبينك ما تحاولش تتصل. قال لي معلش اقابلك ضروري بعد كده اعمل اللي انت عايزه. المهم رحت قابلته على الشارع فوق لقيته جه هو عبده من ناحيه بغداد. خير ياسين؟ قال لي الموضوع اللي حصل ده والمشوار اللي رحناه مع بعض في دمياط اوعى تتكلم فيه مع حد ولا اكنك شفتنا ولا عرفتنا ولا اي حاجه. احنا سيبنا السواق في العربيه، سيبنا له عربيته وتقريبا لقيناه مغمى عليه وسيبنا له عربيته وحاجته كلها، وعشان لو اتكلمت مع حد احنا عارفينك بتقعد مع اصحابك الاستاذ الباز المحامي وبتتكلم في اي حاجه، فلو اتكلمت في اي حاجه وحصل لنا اي مشكله بسببك واتضررنا بسببك هنقول اللي انت كنت معانا. قلت له يا ابني هو ايه اللي حصل؟ قال لي هو اللي حصل زي ما اقول لك كده بالظبط، ومطلوب منك ما تتكلمش مع اي حد باي حاجه. قلت له ما فيش مشاكل يا عم، وانا لا شفتك ولا اعرفك، انا من جوايا قلقت. خدت بعض ورحت البيت بعد هم مشوا، اتصلت بهاني الباز ده محامي صاحبي. قلت له يا اصلا انت فين؟ قال لي انا في البيت ورا المكتب. قال لي انت جاي معايا النهارده على اساس رايح معاه ال مش لازم بقى المعلومات دي صح؟ قول لي بس حصل ايه؟ خدت بعض وقال لي قابلنا على المكتب، رحت قابلت الاستاذ هاني على المكتب. قال لي خير يا سعيد؟ قلت له يا اسهاني حصل كذا 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 بالظبط، حكيت له القصه كلها بالظبط. ان انا مش قادر افكر وشوف انت ايه المطلوب. قال لي احسن حاجه نروح نعمل محضر، والكلام ده مظبوط في الـ في الـ في الـ رحت عملت محضر؟ انا جاي لحضرتك في الكلام، الكلام ده ما ترد على، لا ما اسالك سؤال ما تقوليش جاي عليا في الكلام، رد عليا. رحت عملت محضر؟ ما عملتش. طيب بعد كده كان ايه علاقتك بيهم؟ شفتهمش تاني؟ لا. طب اكمل لحضرتك يا استاذ. انا اللي في معلومات عايزه اعرفها، في حاجات قال لك ايه وقلت له ايه وقال لك ايه وقلت له ده مش هيفيد حاجه ولا في القضيه ولا فاهم. بس انا اقول لحضرتك الجزئيه دي بس. استاذ هاني قال لي لازم نعمل محضر، فبعد ما قال لي لازم نعمل محضر قال لي بص عشان ما نتسرحش هنستشير برضه ايه تستشير طب ده ايه علاقته بيا ولا بيك ولا بالقضيه؟ ان هاني قال لك ايه وقلت لهاني ايه؟ هاني ده مش عشان انا ماشي كان في محامي شاهد، لكن انا بكلمك انت ما كنتش تعرف انه مات؟ لا اقسم بالله العظيم ما اعرف ولا اعرف اللي هو مات، اقسم بعزه جلال الله كنت ما كنتش. قالوا لك ايه؟ قالوا لك احنا سيبنا العربيه فيها الراجل؟ قالوا العربيه وسيبنا اوضه النوم اللي فيها وسيبناه ومشينا. سابوا حي يعني؟ على كلامهم. يعني انت ما تعرفش انه مات غير لما جيت هنا؟ اقسم بعزه جلال الله والله الذي لا اله غيره ما اعرف الا لما جيت المباحث، وحتى في المباحث بقيت اسمع كلام اللي هو لا ده صاحي وهيجي يا سعيد يطلعك يا ابني اللي انت فيه عشان انت مظلوم، عشان انت قلت له خلي بالك هياخدوا منك العربيه وانت كان موقفك معاه كذا، فما تقلقش الكلام ده اتقال، ما تقلقش هو هيجي يبرئك، معلش انت هتقعد شويه في التحقيقات ويه بس هو هيجي يبرئك. ما عرفتش القصه اللي هو معلومه اللي هو مات ده الا في الاخر. يجيب اوضه نوم لاخوه من دمياط، فاتصل بيا قعدت في العمليه استنيته لغايه ما جه. قبل ما يجي قابلنا سعيد اللي هو معايا ده، كان رايح الكليه بتاعته في المنصوره الله اعلم او رايح فين مش عارف، فقعد معايا شرب شاي معايا على القهوه فحكينا مع بعض، عرف ان انا رايح اجيب اوضه نوم مع ابن عمي فجي معانا في السكه، ركبنا ونزلنا الموقف، من الموقف رحنا دمياط مواصلات، ركبنا عربيه بيجو تاكسي. يعني ما كانش في نيه ان ابن عمك ياخد العربيه؟ لا يا فندم ما كانش في نيه ان هو ياخد العربيه. امال ايه؟ امال عمل كده ليه بعد كده؟ ما انا هحكي لسيادتك اللي حصل. ما انا عارفه اللي حصل، انا عايزه الاخر بقى. يعني الاخر ايه؟ يعني اللحظه اللي كان بيشده منه وينزله ورا العربيه وعايز ياخد منه مفتاح العربيه وياخد العربيه ويجري ليه؟ لا يا فندم هم اتخانقوا مع بعض وانا كنت سايق العربيه، ما اعرفش هم ايه اللي حصل بينهم، ضربوا ازاي حتى مش عارف. ازاي هم ضربوش قدامك ولا ايه؟ لا كنت سايق العربيه. مش بس من معاك يعني في العربية؟ لا أنا كنت سايق حضرتك وهم كانوا فوق. يعني ما كانش في نية؟ يعني هو دلوقتي بيقول سعيد إن هو جه ابن عمك ده قال له إحنا هناخد العربية من الراجل. قال لي مين سيادتك؟ قال لي سعيد. لا معرفش والله بصراحة معرفش هو قال له ولا ما قالهوش، بس اللي حصل سيادتك. دي كانت أول مرة تطلعوا بعربية وتاخدوها؟ يا فندم دي أول مرة في حياتي أخش اسم. لا بغض النظر. أول مرة.
الراجل اتقتل صح؟ والله يا فندم انا ما اعرف ان هو اتقتل لغايه دلوقتي. امال هو بعد ما قتل وداه فين؟ يا فندم انا ما اعرفش هو قتل ولا ما قتلهوش، احنا سبناه بالعربيه وجرينا. اول ما لقيته ده سبتوه مغمى عليه؟ ما اعرفش يا فندم، حتى انا مش في وعيه يعني. هو خبط لي من فوق على العربيه وقفت، نزل لي من فوق ركب معايا جوه، قلت له السواق، قال لي ما اعرفش اغمى عليه. نزلت يا فندم وجريت وسبت العربيه باللي عليها. اشتغل ايه؟ انا فندم بشتغل بنا. ساعتها المباحث قالت لنا ان ده تشكيل عصابي وانه بيعمل كده من 2011، ثبتوا الناس وياخدوا عربياتهم. بس طول عمري بسأل اللي بيسرق عربية من حد ده بيقتله ليه؟ يعني زي حادثة التجمع اللي كان فيها الراجل وعياله وضربوا عليهم بالرشاشات، موتوا العيال ورا، والعيال كانت لا تتعدى السنتين والثلاث سنين. بقعد اقول ليه؟ طب ما توقف العربية وتنزل الراجل وتمشي، حتى لو الراجل صاحب العربية قاوم تقتلوش، اخبطوا اضربوا خدروا. يعني دايما اقول طب ما يوقفوا العربية. هتقولي ايه انت بتشجعيهم بتديهم افكار؟ لا بس بسأل، اصل ياخد عربيتي احسن ما ياخد عمري. يعني هو ضميره منتهي وحرامي ومجرم وبياخد الحاجات دي عشان يشرب مخدرات او غيرها، لكن بيموت ليه؟ عشان تاخد العربية تبيعها بكام؟ حتى لو فكتها، حتى لو بعتها قطع غيار، حتى لو عملت اي حاجة هتبيعها بكام؟ هي رسالة في اخر الحلقة. هتقولي ايه انت اتكلمتي في حاجات كتير قوي ملهاش دعوة ببعض. لا هي ليها دعوة ببعض، وهو الضمير. لو كل واحد بيشوف شغله بيتقن عمله، ولو كل واحد غلط بياخد فعلا عقابه. يعني فكرة الاغتصاب دي وتركيزي عليها ان لازم الناس تاخد عقوبة رادعة جدا جدا جدا. والراجل اللي قاعد ياكل سجق وساب الولد يغرق. اخيرا عدم الضمير في ان انا ابقى حرامي وبسرق حاجة الناس وباخدها واخد عمرهم كمان. بس انا ما نبنيش غير ان انا اتشتمت بس. كل الحاجات دي ممكن تتحل بالقانون. لو اي حد غلط وهو بيزاول مهنته يتعاقب على حق. لو اي حد اغتصب بنت ولا ولد، ولا حتى بقول اغتصب عقولهم، يعني المفروض ان يبقى في عقوبه للشاب اللي فعلا يضحك على بنته ويقولها انا بحبك وهو ما بيحبهاش، او يضحك عليها وهي قاصر. والولاد الموضة الجديدة ان الولاد تغتصب اطفال، تغتصب اطفال. يعني احنا هنحط بلس 18 على الحلقة دي صح؟ كل واحد هياخد عقاب غيره هيخاف ومش هيعمل زيه. من اول اللي بيهمل في عمله، للي بيغتصب بنات وولاد الناس، للي بيسرق حاجة الناس وياخد عمره. لو الناس دي تعاقبت عقاب رادع عمر ما هيبقى عندنا ده. وارجع تاني واقول لكم اللي بيعمل خير بيلاقي خير، ومش هفكركم بالتبرعات اللي هفضل ازن فيها وانا بعيد، ازن 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 ازن، لان ببقى خايفة قوي وانا
ما بطلعش هوا او ان انكم تنسوا الناس التعبانه اللي بيبقى في منهم محطوطين في العنايه المركزه محدش سائل فيهم ومش عارفين نجيب لهم فلوس منين، وفلوسكم المستمره هي اللي بتخليهم قاعدين على قيد الحياه. بس انا واثقه في جمهور صباح الخير جدا، ان شاء الله ربنا يعافينا من قله الضمير، وربنا يعافينا من عدم اتقاننا لشغلنا، وربنا يعافينا من ان يجي لنا اذى او ضرر من بعض الحيوانات اللي احنا عايشين وسطيهم، اللي ربنا يتوب علينا منهم بجد ويتوب علينا المخدرات برضو. صباح الخير.